عليكم السلام. طيب ما دخلنا في الفيسبوك يا شباب. متشرفين يا اخي دكتور يا طارق هلا ودكتور بروفيسور صادق، عمر، كيف اخباركم يديك دكتور الغالي يا بروف اخي، الله سعد؟ يديك الغالي يا رب. اهلا كيفكم؟ ان شاء مرحبا، الله طيبين. اهلا بك يا بروف، كيف مع اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، السلامه. الله يسلمكم. يديكم الشباب العافيه يا بروف. المشرفين معنا طوالي، فاطمه ووافي، والله فاطمه كيف دي ما شاء اخباركم؟ ان الله شاء الله مواظبه طيبين. جدا. اي والله الله شايف يديكم شباب العافية. طوالي فأنا نبدأ معنا. نحن هنا مشينا الفيسبوك. يا بروفيسور صادق، يعني شكرا جزيلا لتشريفك لنا الليلة، لكن طبعا ما تتوقع انه حيكون بنفس المستوى بتاعتك. ما عليك شنو؟ ما تتوقع بنفس المستوى بتاعت الحلقة بتاعتك لا يعني. لا بالعكس والله، حيكون افضل كمان. الله يديكم العافية. بروفيسور صادق ممكن تظبط الكاميرا بتاعتك لأنها ما ظاهرة. ما ظهر في الكاميرا؟ هاي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجلسة الثانية من أمسيات ونس على دروب النجاح. الأمسية الأولى أو الونس الأولى كانت مع البروفيسور صادق موسى، وكان استضافه أخونا الحبيب ياسين حسن، وربنا إن شاء الله يواليه بكامل وعاجل الشفاء ويرجع إن شاء الله يواصل الونسات دي. اليوم شرفنا وسعدنا جدا يكون معانا يعني ست الكل، احنا بنسميها ست الكل، هي بيت الحكمه بتاع مجموعه الباحثين السودانيين، الدكتوره بروفيسور سعاد صادق بدري، هي استاذه جامعيه وعملت يعني عندها خبره طويله جدا جدا، عملت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعه الخرطوم، وعملت دراسات وزمالات كثيره، وبتقدم خدمات جليله للشباب مجموعة الباحثين السودانيين في الخلفية، الناس ما بتكون شايفينها، لكن هي من أفضل الناس اللي بيعملوا مينتورينج، بيقدموا خدمات 1 أون 1 للشباب. واليوم هنحن نتعرف عليها بالإضافة للخبرة بتاعتها الأكاديمية والبحثية والسفر في العالم وكده، وتجربتها كأم وكطالبة، ده كله دايرين نعرفه إن شاء الله عبر الونسة دي. فبروفيسور سعاد والله سعيدين بك، فخورين بك، وليك كامل المحبة والاحترام، تفضلي. أهلا ومرحبا بكم، وزي ما يقولوا ناس اللايفات صوتي مسموع. نعم صوتك مسموع. واضح، هاي واضح، تفضل. أنا أول حاجة أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيي مجموعة الباحثين وأنا منها، وأحيي برنامج ونسة على دروب النجاح ومهارات وفنون إعداد البحوث. كل الناس المشاركين دي أضافوا إضافة نوعية جميلة جدا للمجموعة، وأنا بشكرهم من هنا وبتشرف بإني أكون واحدة منهم. فنبدأ، أنا عملت زي برزنتيشن بس عبارة عن صور، الصور دي تابعت فيها عن مسيرتي الأكاديمية مينلي، لكن الصور ذاتها فيها بتحكي عن المسيرة الحياتية والاجتماعية وكده. فنبدأ من البداية. يعني أنا أفتكر إنه من أقوى أسباب تكوين شخصيتي هي إني نشأت في المشاريع الزراعية. والدي الله يرحمه اسمه الصادق بدري، يعني ما صادق في ألف ولام، الصادق بدري. الصادق بدري هو من أوائل الزراعيين السودانيين، وإحنا يعني كنا عايشين معاه في عدة مشاريع سودانية في النيل الأزرق والنيل الأبيض والجزيرة. فدي واحدة من يعني أهم أسباب تكوين الشخصية، اللي هو النشأة في المشاريع الزراعية. النشأة في المشاريع الزراعية كونت عندنا عاملين يعني مهمة جدا، بيرقوا هي قيم وبترقى لمستوى شنو العقيدة. فالعاملين دينا هم أول حاجة الإيمان التام بثروة السودان، يعني زي العاش في مشروع زراعي شاف التربة وشاف الموية الجارية وشاف الإنتاج، أصلا ما تكون عنده شك في إنه السودان ده غني غني شديد جدا. من أهم الثروات في الثروات السودانية شنو هي؟ الإنسان السوداني. الإنسان السوداني في المشاريع الزراعية أول حاجة الناس ما بيتلموا في المشروع الزراعي إلا يكون بغرض الإنتاج، والناس اللي بيجوا يتلموا في المشروع الزراعي دينا بيكونوا ناس مؤهلين تأهيل عالي في مجاله، يعني ما في زول بيكون نص نص أو حيتدرب أو كده. فالناس بيجوا عشان كده احنا شفنا الناس ديلا، شفناهم
من جميع أنحاء السودان بيجوا، وحتى من ضمنهم يعني بيسموهم بالوافدين. وهم الوافدين دي إخوانهم بيقولوا إنه بعمالة وافدة، لكن هم عمالة وافدة دي بيكون جدها مولود في السودان يعني. فإحنا ننزل شفناهم ناس سودانيين أصليين مؤهلين ومنتجين إنتاج عالي يعني. فعشان كده بيجت برضو تلغت عندنا موضوع الجهوية ده، بجاي من الشمال ودي من الغرب ودي من الجنوب وكده، بينتهى نهائي عندنا. احنا شفنا الناس دي يعني بيشتغلوا مع بعض وبينتجوا، وهم ناس زي ما قلت لك تأهيل معالي يعني. العامل الزراعي والمدير الزراعي بنفس المستوى بتاع التأهيل والإنتاج والإبداع. فأنا بتذكر إن والدي يعني هو بيشتغل في الإدارة وبيكون مسؤول من عدة مشاريع يعني، منها مصنع سكر سنار مثلا. فكان بيقول لما نبتدي المشروع من الأول بيقول الكامبو وبال بيوت الموظفين. ليه؟ لأنه العمال الزراعيين في المشروع أهم من الإداريين. الإداريين دي بتعمل يعني بتنظم لتوظيفهم وبيجوا بيتقدموا وبتعملهم انترفيو، لكن العمال دي بيمشوا حيبيرتاحوا بيقولوا. وبذكر كمان في سكر سنار عمال القصب دي لا الناس بيخافوا منهم بعدين يعني، يعني بيدلعوهم عشان يستقطبوا، عشان ما يمشوا يعني ما ينفروهم، بيهيئوا لهم كل الظروف. لأن عمال قصب السكر دي كمان مهاراتهم خاصة يعني، بيحكوا عنهم حكاوي يعني، حكاوي كده أشبه بالأسطورة في قوتهم وتحملهم وكده. فإحنا عشنا الحياة دي وتعلمنا منها يعني مباشرة، تعلمنا منها إن نحترم ثروة السودان ونحترم الإنسان السوداني ونلغي موضوع الجهوية نهائي. منها العنصرية يعني، لا، في المشاريع الزراعية القيمة بالعمل وبالإنتاج. طيب، فدي النشأة. أنور ممكن نمشي للسلايد الثانية. طيب شايفين ده المشروع الزراعي اللي احنا كنا فيه الاول. دي كان زي صوره جويه للمشروع يعني، حاجه جميله جدا ومرتبه، والكلام ده في اوائل الستينات يعني. فده السكن بتاع المشروع، ودي لطلبه كليه الزراعه كانوا بيجوا يتدربوا في المشروع على انه مشروع نموذجي كده. هو مشروع المسره شرق خزان سنار، واقرب قريه لهم هي حمدنا الله. ودي صورتي أنا وأنا عمري 5 سنوات في الوقت ده. كان لازم أخلي يعني أسيب المشروع وأمشي من درمان عشان أدخل الروضة، لأن طبعا ما في مدارس في المنطقة. فأي واحد فينا إحنا أنا وأخواني وأخواتي يبقى على سن المدرسة بيمشي من درمان، بنمشي في بيت جدا هناك وبندخل الروضة. الروضة هي روضة الأحفاد. روضة الأحفاد دي ما تعملت مع الجامعة، روضة الأحفاد قديمة جدا، وشيخ بابت البدر عمل فيها مجهود كبير وعمل فيها أناشيد يعني، لحد هسه بتدرس في روضة الأحفاد الحالية. فأقول لكم يعني ذكرياتي، أحكي لكم أقول لكم الأناشيد. كان في نشيد اسمه بلدنا بلدنا أم درمان. فالنشيد يقول بلدنا بلدنا أم درمان أجمل بلدة في السودان، فيها الحرف أشكال والوان، المستشفى للمرضى ثم الكبرى غني وفقران. فتلاحظوا يعني كانت المدنية يعني واعتزاز بأم درمان. وكان في نشيد ثاني اسمه يا أحفادنا ما فيش زيك، شايقة وساحرة أولاد حيك. ففي ثاني يعني نشيد كثيرة زي راسي سيد بدني وكده، فده موضوع ممكن نتطرق له في مرة تانية. ودي كانت بدايتي مع الدراسة. الأناشيد دي هل بتغرس الكاركتر بتاعت أحفادية وافتخر والكلام ده؟ الأناشيد دي معمولة يعني لتعليم الأطفال، مثلا الحواس، مثلا راسي سيد بدني، فيه مخي غالي الثمن، عيني أشوف بيها، أنفي أشم وتنفس به، لساني أذوق وتكلم به. يعني هي ما بغرض تنبيه الأحفاد، لكن يا أحفادنا ما في زي ده نشيد عمل لمناسبة
كانت في مناسبة ودعمل ليهم، وبقى زي هون شي الروضة بتاع الأحفاد يعني، لكن ما كان الغرض منه تمجيد الأحفاد يعني. جبت كده على سؤالك يا أنوار؟ ايوه نعم، الـ يعني احفاد بابكر بدري كلهم بيمشوا المدرسه بتاعت الاحفاد كلهم، مش كده؟ إذا سهلت ليهم، إذا سهلت أمورهم دائما يعني بفضل إنه يمشي مدرسة الأحفاد عشان يشجعوا المدرسة ذاتها، وهو بيدفعوا مصروفات يعني بالمناسبة، الأحفاد ذاته ما بيعفوا من المصروفات عشان يشجعوا المدرسة، وعشان هو ياخدوا الصفات المميزة بها الأحفاد دي لبناء شخصيتهم يعني. تمام، احنا حنجي لبناء شخصية الأحفاد لاحقا يعني. طيب تمام، البناء والولاء كمان بناء الشخصية. الولاء، نعم اللويالتي للأحفاد، يعني كل خالتي أنا قرأت في الأحفاد، بنات عمي وكده كلهم يعني عندهم لويالتي يعني جميلة، الزور نفسه يشوفه في الوطن ككل يعني الوطنية. صح، فهي دي أنا حاجة برضو كان لازم أذكرها في لما تكلمت عن المشاريع الزراعية، إنه إحنا في حياتنا في المشاريع الزراعية برضو احترمنا المرأة الريفية شديد يعني، بتولد عندنا احترام وتقدير للمرأة الريفية وحبيناها واصطحبناها، وحتى في الأحفاد يعني بنلقى إن المرأة الريفية هي المستهدفة، حتى الجامعة دي أساساً قيامة حوالين تنمية مهارات المرأة الريفية، فنواصل الأرض. طيب إحنا برضو هناك يعني في وجودنا في المشاريع الزراعية، الصور دي بتحكي شنو النشاطات بتتاح لك يعني وانت في المشاريع، فكان والدي الله يرحمه اللي هو ظاهر في الصورة العائلية على الشمال دي ورا، هو كان بيهتم بانه يعني ينمي لنا المواهب والحاجات زي دي والابداع والارتباط بالطبيعة وكده، فكان بيصير علينا لازم نمشي رحلات يعني نتنهز ونمشي الرحلات دي، لازم الرحلات مثلا الحتة دي ده الخزان لما ينحسر، قلت الخزان لما تنحسر شايفين احلى من احلى ميدان جولف يعني، والثانيه اللي على اليمين انا قاعده كده في الاول الشارع اللي قاعده مدنقري دي رحله في غابه السوكي، غابه السوكي دي كنا بنمشي نبيت فيها وبنوم في الجيفه يعني، لدرجه انه امي بتربطنا بالثياب عشان ما نتدردق نقع في الجيفه يعني في البحر، فدي كلها ليه؟ عشان نرتبط بالطبيعة وتنمو عندنا يعني الإبداعات دي بتيجي من مشاهدة الطبيعة والخضرة وكده في الحيوانات البرية. أبوي كان بيصطاد ولو إنه في آخر حياته كده زي ميدي مع الموضوع الصيد ده، كان بيصطاد ومن ضمن الحاجات اللي بيصطادها كان التمساح، فبيصطاد التمساح بالخرطوش طبعا اللي هي ديش بس حاليا يعني كده حاجة ما مرغوب فيها، فكان بمرة مشينا رحلة وما كان جايب معاه الفرطوش، ف واحنا في النيل على النيل كده والتمساح يتقلب ويتقلب ويتقلب شايفينه يعني، فالحكاية دي خلته يعني انفعل شديد وركب العربية ومشى رجع على المشروع، جاب البندقية وجو واصطاد التمساح، وطبعا خلاه للمزارعين يعني المزارعين هم بيستفيدوا منه جميع النواحي. فالصورة بتهد دي أهلنا كانوا في الإجازات بيجونا زيارات في المشروع يعني، ما بيسافروا مصر وتركيا لا بيهتموا إنهم يجوا، ده كان يوم عيد والناس لابسين الهدوم الجديدة وترصوا الرصة الجميلة دي. في منو من البروفيسورات التانيين يعني، انت عائلة بدري ما شاء الله كلكم اكاديميين وباحثين وكده، في منو في الصور دي ممكن زول يكون بيعرفوها سي الاحفاديات يقول والله يا اخي يا سلام دي بروفيسور فلان درستنا ولا كده، في زول طبعا يا ايدنتيفايبل؟ انور، انور عين يعني احنا زي ما بنقول شنو بالراعي للخصوصيه اوكي لا، تمام، لكن في عاده امنه صادق بدري من الناس اللي قاعدين في اللي هي الصوره شقيقتك. انا شقيقتي يعني. نعم دكتورة فاطمة ما في الصورة دي؟ لا لكن شايف امي في الاخر قاعده باركه يعني كده، اللي هي اخوته يعني اخوت دكتوره فاطمه. ايوه طبعا طبعا يا دكتورة، قصة الزيارات دي انه الناس في الاجازات ما بيمشوا برا، الحاجة دي انا شفتها عند الماليزيين، الماليزيين بيسافروا جوا ماليزيا كتير،
يمكن بروف صادق برضه يكون شاف الحاجه دي. يعني في الويكند مثلا هاي ناس لنكاوي تلقاهم ماشيين ملاكا، ناس ملاكا ماشيين كوالالمبور وهكذا. فنحن يعني دي ذاتها هسي دعوه يا جماعه للناس انه ليه نحن ما نزور يعني المدن. هسه انا مثلا بحب، انا بحب اللبيض دي جدا لكن ما حصل زورتها. ايوه مع انه سافرت برا يعني. يعني سمعت بطلع من سمعك عن حكاوي سمعي من ناس اللبيض اللي لقيتهم الراقين يعني الجميلين راقين شديد صح ناس راقين. اهم حاجه بتوري انهم راقين انهم ماهرين في الطبيخ عندهم يعني بيعملوا اكل ما بنعمل في السودان كله مش كده؟ طبعا الحضارة جزء منها الكويزين ده يعني مثلا بيقول لك الكويزين الفرنسي الكويزين الصيني الهندي ده جزء من الحضارة يعني انه يكون عندك كويزين متميز. صحيح. طيب يا سيدي نشوف طيب اواصل في الحكاوي اللي هي انه بعد المرحلة بعد الروضة درست في عدة مدارس في وسط السودان يعني درست في كوست في مدرسة المرابيع ودرست في أم درمان وفي سمينار الثانوية وفي مدني الثانوية امتحنت الشهادة من مدني الثانوية ودخلت الجامعة جامعة الخرطوم كلية الهندسة. فلما جيت أدخل كلية الهندسة ده كان اختياري بدليل إنه لما كنت في سمينار ما كان في تخصص رياضيات. المدرسة هيأت لي أستاذ من مدرسة الأولاد إنه يدرسني الرياض تخصص الرياضيات. أنا اخترت إنه تخصص الرياضة على أساس إنه أدخل هندسة يعني لاحقا، واخترت الهندسة وما في زول عارضني في اختياري للهندسة ولا اشتغلوا بي يعني ولا سألوني. الزول الوحيد اللي ناقشني شوي في الموضوع ده هو زوجي الله يرحمه الفرح صالح العبيد اللي هو كان خطيبي في الوكيل ذاك. قال لي يعني رشح لي إني أدرس معمار بدل هندسة على أساس إنه يعني عندي موهبة فنية برسم، بحب الرسم والتلوين والخياطة والتصميم كده. فالمهم أنا قلت له إنه دي رغبتي وما غلطني كثير. وعايزة أقول السبب يمكن يكون السبب في الحاجة دي في إنه أنا في الزمن ده اخترت أدرس هندسة ما في زول خالفني في رأيي. إنه طبعاً إحنا الحمد لله يعني ربنا أنعمنا نعمة كبيرة إنه قمنا في أسرة بتهتم بتعليم المرأة. فحبوباتنا هم كانوا أول دارسات في مدرسة بنك البدري في رفاعة، الشيخ عبد الكبير ربنا يرحمه في رفاعة. ولما إحنا قمنا يعني كانوا في البيت يعني كانوا يعني نسوان كبار حبوبات، لما نصحى من النوم ماشيين مدرسة بنلقاهم بيقروا في الجريدة، يعني تلقى الحبوبة ماسكة الجريدة وبتقرا فيها وبناقشوا في السياسة وكده. يعني عندي حبوبتي أمي وهي حبوبة يعني كان عندها بيزنس، كان عندها تاكسي كويس، والتاكسي ده عارفه كل الاسبيرات، حافظ كل الاسبيرات بتاعته، وبتضرب تليفون للمحل بتاع الاسبيرات بتقول له مثلا انا عايز اطلب الاسبير فلان فلان في ارتكان، وهو بيتكلم معاه بصيغه المذكر بيفتكرها راجل يعني ما بيفتكرها مره كده. فكان عندها دفتر للحسابات للتاكسي ده وكده. وإحنا قمنا في الجودة عشان كده الواحد فينا اتجرأ وقال لنا عايز يقرأ هندسة وما في زول عارض في الموضوع. طيب كده عشان برضو يكون عندنا كونتكست إنه يعني كان اختيار الهندسة في الوقت ذاك يعني كان حاجة أود، ما حاجة طبيعية، ما حاجة الديفولت بتاع تعليم البنات وكده ولا شنو؟ صح. إحنا كنا يعني نسبة الطالبات في الهندسة بنكون يعني زي كم يا ربي ارتفع فيها مثلا إحنا زي خمسة ما بنزيد على 10 يعني 5% 5% من الدفعة دي البنات بس البنات فعشان كده يعني ما كان في إقبال على دراسة الهندسة. وحتتضح الصورة اللي قدام لما نتخرج بعد التخريج حتتضح الصورة أكثر ليه يعني البنات ما كانوا بيقبلوا على دراسة الهندسة وكده. أوكي بس طبعا الحاجه دي ما في زي بتصورها لانه افتكر عدد الطالبات في الهندسه ممكن يكون اكثر من لا اكيد اكثر اكيد اكثر. انا حضرت مره التخريج بتاع سكول اوف ماس في جامعه الخرطوم او انا مشاريع التخرج كان في تقريبا 10% اولاد
البنات الباقيين باقي الدفعه كلها بنات. بالله 10%. هاي 10% اولاد. انا يعني كنت مستغرب الكلام ده 2011 2012 حاجه زي دي. اي لكن مدرسه العلوم الرياضيه برضه اخف من الهندسه في الشغل. نعم. في الوظيفه بعدين الهندسه بتكون يعني اتعب، فاتعب اكثر شويه من العلوم الرياضيه، لان مدرسه العلوم الرياضيه في الغالب بيشتغلوا في المكاتب يعني. نعم. لكن الهندسه دي بيشتغلوا في الفيلم. لكن هسه برضه افتكر الهندسه البنات اكثر من الاولاد. او لا لا، عمر هو اكثر يعني في العلم العالي. التعليم العالي كله النسبه بتاعت البنات اعتقد انها يعني لو ما قدر ممكن تكون اكثر من الاولاد حاليا. وطبعا احنا ذات مستنين الشباب الباحثين يورونا التغيرات اللي حصلت في مشهد التعليم العالي والبحث العلمي وكده يعني. اي والله ده بحث مهم جدا جدا لازم نعمل. نعم، انت اخترتي الكهرباء. انا اخترت هندسه الكهرباء. انا في الحقيقه انا اختياري للحياه دي لانه كانت عندي الملكه يعني بتاعت الرياضيات، والكهرباء اقرب حاجه لاستخدام الرياضيات في المنهج وكده. فيعني زي ما تقول سبحان الله نوع من الكسل، لانه لو كان عايزه مثلا، لو كان عندي تشوق اني اشتغل طبيبه كان حادرس احياء. مذاكره الاحياء بالنسبه لي زي ما بعرف رياضيات اصعب من حل المسائل، فعشان كده اخترت الهندسه بميولي وعندي ملكه الرياضيات. فالمهم درست الهندسه، يلا في اثناء في اوائل دراستي الهندسه تزوجتها طبعا، لانه صحيح اللي بدري يعني معروفين انهم ناس صحيح حبوباتنا متعلمات بدري الجرايد، لكن حبوباتنا دي اللي هم الاساس اللي بيضعوا المواثيق والقوانين للعائله. فلما الواحده فينا تتخطب لازم تتزوج، ما في خطوبه طويله لحد استنوا لحد ما تتخرج وكده. الحي طبعا كويسه يعني من ناحيه الحبوبة اللي بتشتري السبير دي طبعا أكيد بتضع قوانين حاكمة صعبة. حاكمة خطيرة في الماتش ميكينج يعني، إنها تقرب بعضين في الحلال دي كانت خطيرة جدا، هي يعني بتعملها بدون أي تردد. طيب دي حاجة بتنصحي بها أنت أسي إنه البنت تكون في ثانوي مخطوبة وفي سنة أولى جامعة متزوجة، ولا ستي المنظور بتاعك كأم بيكون مختلف؟ والله أنا ما يعني بشجع ليه، لأنه إذا الأهل بيساعدوا، إذا الأهل بيساعدوا الطرفين في إنه زوجة تواصل دراستها وتجيب طفل مثلا أو واحد في الأول، فما في مانع. ليه لا؟ ليه لا؟ لأنه الزواج المبكر عنده ميزات كثيرة يعني، والواحدة من يأجل موضوع الزواج كمان بيتأجل ويتأجل ويواصل في تأجيله. فمن ناحية يعني بس من ناحية مانجمنت، إذا الناس بيقدروا أهلهم يساعدوهم فلازم نشجع، لازم نشجع الزواج. لأنه يعني قصة مشكلة الزواج دي بتاع السورة دي بقت مشكلة كبيرة جدا جدا يعني. بين قوسين أنا أحكي لك عن بنتي. بنتي تزوجت بعد ما حضرت الدكتوراه، لكن مثلا قررت إنها ما تاخذ مهر، قررت إنها ما تاخذ مهر ولا شيلة ولا شبكة ولا أي حاجة يعني من التكاليف دي. وزوجها كان ما عنده مانع من الحياة دي، لكن هي قررت إنها ما تعمل الحياة دي عشان تشجع على الزواج، لأنه الزواج بيقى فيه مشاكل كثيرة. يعني مبدئيا ما شايفة في مانع إذا الأهل بيساعدوا في استمرار الدراسة والشغل. أوكي؟ ممتاز. طيب شايفين صور قدام ناسي، الصور دي او في واحده منها اعتقد برلمان، واحده مشروع تخرج، واحده في الجامعه، في ساتلايت ولا ديش ولا حاجه زي دي بيجاي. شنو الصور؟ الصور دي يعني حتكلم عنها لما اجي اتكلم عن بعد ما اتخرجت، وممكن تخلوها واقفه يعني، لكن انا عايزه اذكر التسلسل، حسب التسلسل يعني. ما في كلام كثير حيكون في النص، اللي هو انا لما تخرجت من الجامعه كان ايوه اتزوجت وجبت لي طفل بناتي الكبار اثنين وليتهم وانا في الجامعه. فالحكايه دي خلتني شنو؟ تاخرت شويه في دراستي، بقى عندي كم دفعه. ولما جيت لما تخرجت ما كان في طريقه اشتغل مهندسه لان عندي طفلتين وعندي بيتي وكده. فالحكايه دي خلتني شنو؟ اغير
أغير مساري المهني. فاشتغلت في جامعة الأحفاد، بقيت بدل مهندسة بقيت في المجال الأكاديمي. أوكي، هو اشتغلت في جامعة الأحفاد. لما اشتغلت في جامعة الأحفاد مساعد تدريس، وكنت بدرس الفيزياء للعلوم الأسرية في معمل الفيزياء يعني في الأول بديت. دي جو الأحفاد. يعني الصور دي أنا اخترتها على سكينة توري الجو تعامل الأحفاد دي. أنا وطالباتي خريجات كانوا، ودي كان عندنا مشروع بتاع الفرن الشمسي تبع نشاطات الدراسات البيئية، اللي هي دي مرحلة لاحقة يعني بعد ما عملت الماجستير في الدراسات البيئية. كانت مرينا بالمرحلة دي، الصور دي فيها قفزة كده يعني. أوكي طيب، تخرجت من الهندسة واشتغلت في الأحفاد مساعد تدريس، وبعد بعد ما وفي النص كمان، لأنه كان في مدرسة الأحفاد دي، مدرسة ذكر الروضة الزماني دي تبعها مدرسة اسمها المدرسة النموذجية. فاخترت إنه يعمل لي انتداب للمدرسة النموذجية لأنه بناتي كانوا على سن المدرسة، فجزء من قلق الأم يعني على أولاده وكده. ده برضو كان تأخير يعني في مساري المهني، لكن استمتعت جدا بالحياة دي. وكان معانا أستاذ محجوب شريف الشاعر المشهور ربنا يرحمه، وكانت معانا زوجته أميرة الجزولي، وقفوا كثير على المدرسة دي. والأستاذ محجوب شريف ربنا يرحمه اداني شهادة يعني، قال لي المدرسة دي الأطفال بحبوها، لما نجي نمر عليهم بالحافلة الصباح بنلقاهم بنططوا في الباب. فالمهم بعدها ولسه أنا مواصل يعني في الجامعة كمساعد تدريس. كان يا بروف، كنتوا بتعملوا شنو في المدرسة تخلي الطلبة كده يجوا ينططوا يعني الحاجة دي؟ هاي رسالة كده للأساتذة يعني، نشوف الانفايرومنت كانت كيف، الحاجة الجاذبة للتلاميذ للدرجة دي يعني. احنا طبعا استفدنا من قسم علم النفس في جامعه الاحفاد، قسم علم النفس ورياضه الاطفال، هم اللي وضعوا لنا الاستراتيجيه يعني. زي ما بيقول البروفيسور علام، احنا ما اشتغلنا شغل بس اخ نتفطس، لكن عملنا استراتيجيه. فالاستراتيجيه عملوها لنا رياضه الاطفال في جامعه الاحفاد، اللي هي بنوها على نظريه معروفه يعني مطبقه في مدارس كثير في العالم كله اسمها منسوري. فالمنسوري دي الطفل فيها بيتعلم بالعمل يعني. مثلا عملنا الجزء ما قبل المدرسي، عملناه ما في كراسي بس سجاجيد، وعملنا رفوف حوالين القاعة فيها ألعاب تعليمية، والطفل حر في إنه بس ينزل اللعبة التعليمية بتاعت الحروف ويشوفه كده يعني. عملنا قصة، حصة بتاعت قصة، حصة القصة دي فيها كل الحاجات، القيم الدينية والقيم الأخلاقية وكده من خلال القصة. فلما الأطفال يجوا للمدرسة بيكون يعني خلاص كملوا لعبهم، كملوا راحتهم، نموا مواهبهم وجول الدراسة. في الدراسة لأنه كان معانا زي محبوب شريف كده، فكان بيدرس الأطفال بصورة ترغبهم في الدرس، بيعلمهم الحروف بالأناشيد وكده. كان عندنا نشاطات كان مصاحبة للمنهج زي الفلاحة، بزرعوا المسرح، كانوا بيجوا الناس من معهد الموسيقى والمسرح بيعلموهم دراما والسباحة والسباحة والخيل والحياة زي دي. كنا مشتركين مع جهات كثير، عاملين شراكات بين الأطفال بيمشوا بيعملوا نشاطات ثانية. دي الحقيقة بقدر أتذكرها هسه يعني. وبعدين أيوة عملنا مناهج، مثلا الحروف، في مثلا تعليم الحروف كان عندنا طلبة في الفنون الجميلة بيجي يعملوا لنا زي كتابة الحروف مثلا الألف بيكون، أنا ما عندي صورة لكن ما خطيت هنا، ممكن تاني نجيبه لاحقا. الصورة مثلا أسد بتكون الألف في وش الأسد يعني، مثلا ممكن نخط الأسد وحوايبين وتكون دي الأ. يعني عملنا مجهود إضافي، وعملنا زي ما قال لنا البروفيسور علام الوسائل التعليمية والحاجات دي. الوسائل التعليمية كده، وده غير إنه مثلا ما كان في عقاب ضرب جسدي، ما كان في عقاب جسدي، وما كان يعني
في معامله يعني اطفال المعوقين كنا ون ستريم يعني بندخلهم مع الاطفال العاديين، وكان في اهتمام فردي يعني بكل طالب بمواهبه. فالمهم انا مستمره في التجربه دي كتير، ولكن التجربه موجوده لحد الان ومستمره في مدرسه الاحفاد النموذجيه. وبعدها بديت في المرحله بتاعت الماجستير. لما جيت الماجستير شاورت دقيقة أنور، شاورت عدد من الناس اخترت معهد الدراسات البيئية. اخترت إنه يعني مساري الأكاديمي يتحول للدراسات البيئية. الدراسات البيئية لأنها مالتي ديسيبلينري بتقبل أي تخصص. البرنامج الماجستير في معهد الدراسات البيئية ممكن يقدم له أي إنسان بأي خلفية ويقبل. والدراسة فيها برضها فيها تكامل العلوم، العلوم الناتشرال والبراكتيكال والسوشيال ساينسز. فالدراسة ممتعة جدا جدا، ده غير انه محل الدراسة البيئية كان عبارة عن يعني خلية بتاعت نحل فيها نشاط اللي هو الماجستير ذاته، وكان فيها استشارات وكان فيها نشاطات زي التدريب والوركشوبس، وكانوا يعني بيقودوا مشاريع مهمة جدا جدا. المشاريع بتتوثق في منشورات بتلاقي في المكتبة، ويعني وكان عندهم كمبيوتر سنتر ممتاز. يعني طبعا حاطة لي مذكرات هنا عشان ما أنسى حاجة. فالحاجة دي خلت المعهد يكون ليدر يعني، ووجودنا إحنا في المعهد خلانا نقدر نحضر يعني ونعاصر كوكبة من العلماء المشهورين يعني، ولا نجوم هوليوود. فكانت يعني التجربة مفيدة جدا بالنسبة لي، والتحول من هندسة لدراسات بيئية كان سلس جدا ومفيد. لما تخرجت المشروع بتاع التخرج بتاعي عملته في يا دكتورة. نعم تفضل. أنا دارق في قصة التحول دي وتغيير المسار. تغيير المسار طبعا عندنا هنا في السودان الحكاية دي زي المحرمة كده. بعدين يعني الناس ذاته الواحد لما يتخرج كده، ها شغال وين؟ ما اشتغلت في مجالك؟ اشتغلت في مجالك؟ لما يقول ما اشتغلت في مجالي يعني القصة دي بيبقى كأنه هو فاشل. مع أنه تغيير المسار ده مرات بيكون عنده فوائد كثيرة جدا على الزول. حتى انت مرات العلوم دي زي ما انت قلتي في تكامل بيناتها وفي مالتي ديسيبلينري وكده. انا شفت انا برضه حصل لي شيفت بسيط في المسار، ما كثير، لكن شفت مثلا في نوبل برايس وينرز هم غيروا الكارير بتاعهم. يعني هسه مثلا في الفاينانس في بروفيسور اسمه ايجوين فاما، ده نال النوبل برايس في الايكونومكس تقريبا 2013 في وهو البكالوريوس بتاعه في الرومانس لانجويجز، لكن بعد ذلك غير. في حاليا بروفيسور في استراتيجي في جامعه برمنغهام، هو لغايه البي اتش دي تقريبا عامله في البايوكيمستري، بعد ذلك غير يعني بعد البي اتش دي حتى غير بقى بروفيسور في استراتيجي ومهتم بالمجالات دي. القصه دي يعني هي فيها تحديات وكذا. انت التحديات اللي واجهتك شنو؟ ويعني بتفتكري انه الترانزيشن ده كان مفيد بالنسبه ليك، ولا كان افضل مثلا تستيك للالكتريكال انجينيرينج؟ اي طيب، انا بالنسبه لي طبعا ظروفي هي فرضت عليه تغيير اللي هي جاتني زي ما انت قلت. الدافع بقى شنو؟ ما داخل يعني ما حاورت نفسي انه انا اغير او ما اغير او كده، لكن ظروفي الاسريه هي فرضت علي اني اغير. في أثناء دراستي في الهندسة يعني لاحظت إنه المنهج جاف جدا في الهندسة، منهج جاف جدا، ومنهج يعني في زمننا ما تطور كثير من بداية الهندسة. فما استمتعت بدراسة الهندسة بصراحة يعني نهائي، ما استمتعت، بل ما كان في مجال للتغيير. العلاقة بين الطلبة والأساتذة والعلاقة بين الجهات اللي ممكن تغير المنهج كانت علاقة صارمة جدا. يعني الناس الهندسة دين صارمين عموما كده يعني حتى السلام مع بعض كده في تلتلة. فأنا مستمتعت بوجودي في الهندسة ولا استمتعت بالدراسة في الهندسة. عشان كده بالإضافة لظروفي الخاصة كان التغيير شنو
بالنسبة لي مقبول، يعني كان مقبول، وده البداية الدافع. فأنا أفتكر إنه الظروف بتاعتي كانت فرضت عليا، لكن الناس اللي مثلا اتخرجوا في مساق نصيحتي لهم، بس أنا طبعا في مجموعة الباحثين دوري هو الأكاديميك أدفايزنج. فأنا نصيحتي للناس اللي مثلا قفلت عليهم، مثلا اتخرجوا من مساق معين وحاولوا يشتغلوا في المساق ده، أو حاولوا يواصلوا دراستهم واتقفلت عليهم، دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي هنا في السودان الناس يفكروا في التغيير، واتفتحت لهم فرص ثانية. كويس؟ أنا بس بنصحهم إنهم زي ما أنا عملتها لما جيت أغير من مساق لمساق، مشيت في التراك اللي بيعدني يجهزني للتغيير ده. يعني الواحد كمان ما يقع بوشه في مساق جديد من غير ما يكون عارف أبجدياته، عشان كده بيضمن إنه في المساق الجديد ده هو يمشي وينجح فيه. في نفس الوقت لازم تكون في علاقة موجودة ما بين المساق القديم والمساق الجديد، عشان على أساس إنه التغيير يكون مدي، يعني ما يكون ما تجي تلاقيك إحباطات في التغيير ده وتخليك تقول يعني بعد ذاك تندم. أنا شايفة البروفيسور صادق فتح المايك بتاعه، وربي يكون عنده تعليق لنا. السلام، شكرا يا دكتور سعاد. بروف سعاد اكشولي كلام جميل جدا والله، وسيره جميله وحلوه. طبعا احنا المزارعين اللي كنت معاهم زمان، لكن احنا مزارعين القطن والذره والزراعه المطريه شمال على النيل، ما يجدونا لا ليك ما يجدونا لا، لكن ما يجدونا هناك في مشاريعنا. وطبعا حقيقه وقتها كان المزارعين او اللي بيسموه مفتش كانوا ساكنين في بيوت بنينا الانجليز، يعني قصور عديل، وكانوا مرتاحين جدا، خاصة في دي في المشاريع بتاعتنا بتاعت النيل الأبيض والنيل الأزرق والمؤسسات دي. السلام. وفعلا فيها ذكريات جميلة جدا، فيها ذكريات جميلة جدا. بالنسبة للموضوع بتاع التغيير من التخصص، أنا بفتكر إنه الإنسان مفروض يعني يدرس الحاجة اللي عنده فيها رغبة أكثر من أي شيء. يعني في كثير من الناس دخلوا تخصصات وما كانت ما رغباتهم الحقيقية، وفي النهاية ما قدروا يمارسوا مهاراتهم. فأنت يبدو لي إنه كان يعني خوفك من الأحياء والحفظ مشيت للرياضيات طوالي. ظاهر كده. أنا عكسك تماما، أنا أصلا كنت علمي ما كنت أدبي، وكنت عاوز أمشي رياضيات، ما كان عندي أستاذ بتاع رياضيات، مشيت أحياء. وكنت متفوق جدا في الأحياء، يعني عندي مقدرة على الحفظ، بس المشكلة الأساسية كانت الرسم، عندي كان مشكلة كبيرة جدا في الرسم، والأحياء كلها رسم. صح. فلما مشيت ده جاب لك كلام أخونا طارق، أخونا دكتور طارق، إنه إنسان بغير من تخصصه. أنا طبعا ما دكتور يا بروف الصادق. ما مشكلة دكتور، ما مشكلة، والدكتور ده ما بضرك، وين بيجي يعني. يا اخوان دقيقة بين قوسين كده، خلونا نتخلى عن فهنا التغيير بيجي لانه الانسان عنده مقدره انه يعمل حاجه. في ناس مثلا، في بروفيسور مشهور جدا في امريكا، هو بتاع فيزياء واصبح بتاع اقتصاد، والان جرين سبين التشيرمان اوف ذا فيدرال ريزيرف، البنك المركزي بتاع الاطول زول اخذ فيدرال ريزيرف في تشيرمان، مدير البنك المركزي بتاع امريكا، اصلا هو كان بتاع قانون ما كان بتاع اقتصاد. فيبقى لما تيجي لمرحله الامريكان طبعا منهجهم جميل جدا، يعني مثلا اذا تدرس اقتصاد ما بدرسوك الاقتصاد، لكن بدرسوك اشياء ثانيه ابلايد، ممكن تدرس مايكروبيولوجي، تدرس بيولوجي واشياء زي كده. انا بفتكر انه يو ار نوت جوينت تو بي ان ايكونومست، ما حتكون اقتصادي في البكالوريوس، فمفروض يدوك حاجه اسمها قشور معلومات، نحن دول في الازهر يدوك قشور معلومات، معلومات في كل شيء، وبعد ذلك في النهايه بتفتح راسك لانه تحضر في شنو. فانا ما بستغرب انك تحضرت في البيئه، لانه حقيقه نشاتك الاجتماعيه والظروف اللي درستي فيها، الدراسات البيئيه هي افضل مجال بالنسبه لك تحضر فيه يعني. اي صح فعلا، ويت نفسي في الدراسه البيئيه بقوه، يعني يعني لانه بيئتك الاجتماعيه كانت بيئه متنوعه، بيئتك الطبيعيه كمان طبعا تكوني في سنار وفي النيل الازرق والخزان والامطار نازله والحياة والخضرة، دي برضه جزء من البيئة برضه.
جزء من التكوين. فالاشياء دي اصلا مشكله في تكوينتك الثقافيه وفي شخصيتك يعني. يعني انت ميولك اللي انت حاضره في البيئه ده هي دي الرغبه الحقيقيه. اي فعلا، لكن انا يعني في الدراسات البيئيه عجبني الجانب بتاع السوشيال ساينسز، يعني اللي هو البعد اللي كان ما الكواليتيتيف في الريسيرش زي ما بقول، اللي هو بعد ما كان موجود في الهندسه. في الهندسه ما في اي مجال للسوشيال ساينسز، حتى البرنامج بتاع عندنا كورس بتاع مانجمنت ما بيكون شيت، ما بيكون فيه استاذ بيجي يدرس، الناس بيقروه وبيمتحنوه وكده. لكن في معهد الدراسات البيئيه جذبني الجانب بتاع السوشيال ساينسز، و لانه طبعا ممكن، لانه زي ما قلت انا ما قريت بيولوجي، فما كان ممكن امشي للجانب بتاع النباتات والمياه وكذا. وده حقوله هسه في اخر الكلام عن مرحله الماجستير، القناعات اللي تكونت عندي عن شنو بعد ما انتهيت من الماجستير. لكن شكرا لك يا بروفيسور صادق على يعني اضافتك في موضوع تغيير المسار، ونورتنا انه في يعني اساليب في العالم للتعليم اللي بتخلي الناس يختاروا اختيار صح، حتى لو غيروا في مجال التغيير. طبعا دي بتواجه الناس مشكله بعدين في الشغل، يعني لو جه زول داري حاضر وهو ما من المجال يقول لك يا اخي البيزك بتاعك شنو؟ يعني لو جه داري حاضر في البيئه وانت خريج هندسه دي مشكله، لو جيت داري حاضر في اي مجال والبيزك بتاعك مختلف. واعتقد انه الابروتش المالتي ديسيبلينري في الوظائف يا انور، في الوظائف بتواجه الناس مشكله. هاي في التوظيف حاله المتطلبات بتاعت الوظيفه، بيقول لك مثلا في السعوديه مثلا في الجامعات مبعين زول شهادته يعني الدكتوراه مختلفه عن البكالوريوس ولا كده البكالوريوس. لكن نعم. الحاجه دي طبعا تخيلي عندنا في العالم الثالث بس، لكن في انجلترا وفي امريكا ما في الكلام ده. يعني هسه بروف ايجوين فاما ده نمبر 1 حاليا في الفاينانس، البكالوريوس بتاعه في الرومانس لانجويجز. ونحن عندنا في السايبر سكيورتي، في السايبر سكيورتي اشهر ناس هاكرز وبيطلعوا كتيبات وبتاعه هناي، اشهر واحد فيهم بتاع بوليتيكال ساينس، اتخرج اصلا علوم سياسيه من الجامعه، ما تخرج ما بيعرف كمبيوتر ذاته. مش كده؟ نعم. بالانجاز طبعا في العالم الاول. نعم. الوظائف بتلاقي بالانجاز، يعني بتلاقي بخلفيتك شنو انجزت شنو. عشان كده هسي مثلا برضه نفتح واسيه نتكلم انه الواحد لما يجي احنا في السلام يعني في العالم الاول بيقول لك السي في، لانه السي في 4 صفحات ممكن تكتب فيهم زي ما عايز، لكن هنا في كندا في امريكا بيتعاملوا بالريزومي، والريزومي بتكون صفحه واحده بس. وانا بقول لهم الريزومي الكنديه الامريكيه دي زي يوم القيامه، في النهايه ربنا بيسالك بيقول لك انت عملت شنو؟ هنا الريزومي نفس الحكايه. انت انجزت شنو؟ والانجاز هل مناسب للوظيفه دي ولا لا؟ بالفريق يعني. طيب في نعمه، نعمه علي رافعه يدها. نعمه عندك مداخله ولا شيء؟ ايوه يا دكتور، اسعد الله مساءكم. الله يسلمك، تفضلي. انا اخذت دوره مع بروف عبد العزيز هذا في السعوديه، هي كانت دراسته من الماجستير لحد ما خلص، كانت عن الموضوع ده اللي هو تغيير المسار، بس هو مش عن تغيير المسار بالضبط، عن اني انا كيف اعرف ميول العلميه او الاكاديميه من لحظه الولاده. فبصراحه استفدنا كثير منه، وكان بيتكلم عن الهويه الفكريه للطفل، وكيف انا اقدر احدد هويه الفكريه لطفلي من اثناء الحمل، حتى فاحدد هل انا ابغى يطلع دكتور طبيب وطبيب اسنان، او طبيب يعني علوم تطبيقيه، او علوم يعني معلش نسيت، يعني اذا كان طبيب في طبيب بشري او هندسه او طب اسنان، او كان ابغى يكون في مجال الجيولوجيا او العلوم الاداريه او الاقتصاد. يقول سبحان الله هي عباره عن مربعات، فكل مربع في شهور معينه لو ولد الطفل فيها فهو ميوله الفكريه في الدراسه بالشكل ده معين، بشكل معين. لو راح للمربع الثاني بيحس بالغربه، وانه حتى لو كمل الماجستير يحس بالاختناق، وانه ما بيلاقي نفسه في مع الناس اللي موجودين في العمل نفسه. فبيقول ياما في اطباء
ياما في اطباء غيروا بعد حصولهم على الدرجه العلميه، غيروا لمسار ثاني تماما، وجدوا نفسهم في ممكن يكون طبيب وصار طباخ ووجد نفسه في كده. ليش؟ فيقول سبحان الله، يعني انه الهويه الفكريه بتحدد من البدايه انا ايش ابغى، بيحدد من البدايه انا ايش ابغى. الموضوع يعني جاء عرضا في استعراض المسيره الحياتيه واللي بتاعت انجازات بتاعت بروفيسور سعاد، لكن فعلا في مواضيع في الثقافه الصينيه، في الابراج وفي غير، يعني في مجال كبير جدا للبحث في المواضيع. استاذ صارق مهتم بالموضوع ده، واحنا يعني ممكن اي نبحث اكثر في اطار اختيار التخصص الجامعي. شكرا جزيلا اخت نعيمه. انا يا بروف انور، لانه برضه دايرين نستغل الحته دي برضه، نعم يعني الموتيفيشن زي ما قال دكتور ياسين، يعني لما طرح الفكره بتاعت الونسات دي انه نحن دايرين تو موتيفيت الناس وكذا، لانه انت اصلا هو انت يعني في ناس كتار بيغلطوا، يعني في النهايه انت يعني لما تيجي ثانوي ما يزول بيحصل له فول سيلف ديسكفري عشان يعرف فعلا التخصص المناسب له. فدايرين من هنا دي رساله انه يا اخي اوكي انك انت يعني if you make a mistake في السيلكشن بتاع التويس بتاعك انك تغير. هسه صاحبنا ابواب المصباح بتعرفه يا دكتور انور؟ مش بعرفه، هي عمل تقرير في النهايه اللي هو في المية الاوائل، هم هو ومعه خالد عثمان الفيل ومعه يعني مجموعه بتاع الشباب فعلا غيروا المسار بتاعهم المهني. لكن يعني الموضوع ده له بحث في فوق الثاني، لانه ما ممكن انا احول من مجال لمجال، ما بالضروره اكون انا ذا يعني ناجح في المجال الثاني. في ظروف، يعني هسه بروفيسور سعاد ورد انه هي حولت لظروف الاسريه ونجحت في البيئه بعد ذاك وعملت، يعني ده نشوف في الصور دي حتحكي لنا. لو انا بروفيسور صادق يعني برضه ورانا يعني نقاط مهمه، انه انا ذكرت انه انا لما اخترت الهندسه او اخترت الرياضيات نوعا من الهروب من الاحياء بالضبط، ولانه وديت من الاول دي كانت الغلطه هنا. فالمهم انه داركت الموضوع ودرست البيئه واضافت لي الدراسه الهندسه، اضافت برضه لموضوع دراسه البيئه، ودي النقطه اللي انا حاذكرها هنا كويس. دراسة الهندسة أضافت لي أنا تخرجت من لما تخرجت من الماجستير، التجربة الجميلة اللي عشتها في الدراسات البيئية دي وغربي من السوشيال ساينسز يعني أضاف لي حاجات كثيرة، خلى تفكيري ليبرال، خلت عندي تفكير ليبرال. يعني كنت في الأول محجمة بالقيود الأسرية، الأولاد، الهندسة، عدم استمرارية الهندسة، كان عندي قيود كثيرة، لكن تجربتي في الدراسات الاجتماعية خلت تفكيري شنو ليبرال من اللي هي نابعة من أساسيات الدراسات الاجتماعية اللي هي تدعو للتفكير، تدعو للتفكير وللتفسير. لقيتي فيها نفسك يعني؟ لا مش لقيتي فيها نفسي، لقيت فيها التولز، بقيت فيها التولز اللي بتخليني اقدر اقرر مصيري. واخترت لما تخرجت بثلاث قناعات ترقى للعقائد. يعني القيمة الأولى هو تكامل العلوم المالتي ديسيبلينري والإنتر ديسيبلينريتي، المالتي ديسيبلينريتي إنتر ديسيبلينريتي، إن هي الطريق للتنمية المستدامة كويس. القناعة الثانية هي حماية البيئة، أو هي القناعة الأولى حماية البيئة، يعني تجربتي الدراسات البيئية خلتني أنتقل من إنسان ضار للبيئة لإنسان يحافظ ويحمي البيئة. النقلة دي ما سهلة، النقلة دي ما سهلة، النقلة دي فيها مصارحة للنفس، إن الزول يصارح نفسه أنا إنسان ضار بالبيئة وأعمل شنو عشان أبدأ إنسان يحافظ على البيئة وبيحمي البيئة وبيخليها تستعيد عافيتها كويس. وبرضو هنا تملكنا التولز، يعني تملكنا التولز والمعرفة والمهارات في الشيء ده. القناعة الثالثة هي إنه أنا طريقي البيجمع ما بين الهندسة والدراسات البيئية هو السستينابل انرجي، لانه الهندسه الكهربائيه في النهايه الكهرباء دي مع طاقه، ودي كيف احنا نولد الطاقه اللي هي اللايت والهيفي
اللايت اللي هي في التيلي كوميونيكيشنز في الالكترونيكس كده، والهيفي في توليد الكهربائي. كيف نوع توليد الطاقة، كيف نعمل الطاقة دي بطريقة مستدامة اللي هي بإضافة العامل بتاع البيئة. طبعا التنمية المستدامة يا جماعة هي ثلاثة عوامل اللي هي الاقتصاد الإيكونومي والمجتمع الكوميونيتي، والثالثة هي الانفايرمنت. فأنا بالنسبة لي دراستي السابقة ودراستي الماجستير كونت عندي قناعة في مساري يكون هو التنمية المستدامة، بالرغم من إنه البحثي التكميلي كان ما عن التنمية المستدامة، كان عن التلوث الصناعي، ودي اللي أسباب عملية. وهنا برضو عايزة أقيف وأدي نصائح للشباب من تجربتي. خلاص يعني أنا كنت ماتيور إناف يا إخواني لإني ما أتشبث برغبتي كويس. أنا يعني بالنسبة لي أكبر عقلي زي ما أكبر دماغي. فالأستاذ المنسق في المعهد هو اختارني لأن أنا بخلفيتي هندسي، في إنه وعرض علي مانيوال عملته WHO في البيت الداتا اللي هو عن التلوث الصناعي، وهو اسمه Rapid Appraisal of Industrial Pollution، وقال لي اتصرفي. فالمهم أنا اخترت إني أعمل، هم المانيوال ده محددين فيه عامل للتلوث على حسب المادة الخام المستخدمة في الصناعة. فأنا يعني حاولت من الميثود إني أعمل أقدر من أتقدر قيمة التلوث بكمية المادة الخام بتقدر تستعمل المعامل ده. فاخترت إن البحث بتاعي يعمل يقدر يشوف كمية التلوث الموجودة في المنطقة الصناعية بأساليب تانية، ونقارن بين المانيوال هل إحنا في السودان المعاملات دي بتنطبق علينا ولا لا. المشرف بتاعي رجعت الهندسة كان من قسم السانيتري، وهو يعني عنده هو مكنش من إني أشتغل الجزء بتاع الكوانتيتيف اللي هو التجارب المعملية في معمل السانيتري. وفي الوقت ده كنا كنت بدرس الدراسات البيئية في الأحفاد، كان الأحفاد من أول الجامعات اللي تبنت الدراسات البيئية كمتطلب جامعي، وكان بدت المرحلية زي ما وصانا بروفيسور علام في إنه نضع استراتيجية لخطة طويلة الأمد. فتبنت الدراسات البيئية كجزء من الدراسات السكانية، وكان يعني كان في مرحلة بتاعت تجربة تطبيق على يعني في التدريس كمنهج، وكان يعني الدفعة كلها كل المدارس كل الكليات كانت بتاخد المنهج ده. فتح لي كمية كبيرة من الطالبات، وعملت لهم الجزء العملي إنه نمشي منطقة صناعية بحري عشان نجمع داتا عن التلوث، وجهزت الاستبيان بتاعي ودربت الطالبات على ملء الاستبيان، ودربت جزء من الطالبات على أخذ عينات من التلوث. يعني في سوائل في الخيران، في كوش كبيرة من المخلفات الصلبة، وفي الغازية التلوث الغازي اللي هم العربات والجنريترات. الوقت ده طبعا الكهرباء كان كثير زي هسه، وكان في جنريترات كثيره في المنطقه الصناعيه. في يوم واحد مشينا زياره كل الاستبيان، كل المصانع دخلناها، كل الاستبيانات اتملت، اخذنا عينات وديناها المعمل وبدينا نحلل فيها. اخترت برغم انه انا اعطيني امشي في الطاقه المستدامه، لكن عملت البحث ده، والبحث ده يعني كان مفيد للناس البعدي، الداتا اللي عملت فيه والورقة اللي طلعت منه، والورقة اللي عملناها ونشرتها بمشاركة المشرف اللي بدل إني لما رجعت الدراسات العليا بعد كم سنة ومشيت الرفل فيه والبحث بتاعي جريته كده لقيته مهلهل كده شوية يعني، فمعناته في ناس كتار استعملوا. ف كوانتيتاتيف ريسيرش هو كان بيزك ريسيرش، واستعملنا فيه كوانتيتيف ميثود. انا لكن ده رجعك لقصه العقيده دي. ايوه تفضل. انك ما طلعتي من الماجستير باكاديميك نولج بس، اها، ثلاثه قناعات قلتي ترغل لمرحله العقيده. نعم اي كده ريفلكت على القصه دي، لانها دي قصه يعني جميله يعني.
يعني الناس بتقرا بتطلع بدرجه اكاديميه وبمعرفه وكذا، لكن قصه العقيده دي وتكوينها وكذا واهميتها بعد ذاك في الشغف وفي كذا. كويس، هو attitude change اللي هو الإنسان لما يمر بمرحلة الـ attitude change دي، تغيير السلوك، بيكون مارس يعني عقله، يعني استخدم عقله صح. كويس، فأنا يمكن في المرحلة ذيك وصلت لنضوج أكاديمي ونضوج في شخصيتي، يعني أنا أم ربيت وزوجية وكده يعني، بالإضافة لإني غيرت المسار بتاعي والتجربة كانت جميلة جدا، استمتعت بها للآخر ويعني تفوقت فيها كده، فبقيت مرتاحة نفسيا. ليش؟ مو لإني زي ما قلت لكم، التفكير والتعامل مع التولز بتاعت السوشيال ساينسز. لاحظ أنا جاي مهندسة، طبعا إحنا الناس الهندسة علاقتهم بناس الآداب شنو؟ هي الميدان الغربي الكورة. كويس، وإنه لازم يغلبوهم، لازم الهندس تغلب العادة. ده الاتيتيود كان كده يعني، وإنه أولاد الهندسة ما بيخلطوا، لكن بنات الأولاد الأدب طول اليوم قاعدين يخلطوا وكده يعني، شفتي كيف؟ فكان في حاجة عنصرية كده. لكن أنا لما جيت الدراسات البيئية ودرست ملتي ديسيبلينري، مواد علوم تطبيقيه، علوم طبيعيه، علوم اجتماعيه، سوشيال ساينسز، خلاص يعني بقيت انا ناضجه يعني، كبرت في سني، كبرت في تجربتي الشخصيه، بقيت قابله لانه اتقبل الاخر وامن به واصطحبه معي. بالحكايه دي عايز شنو؟ عايز الزول يكون يعني ناضج و يكون راغب في التغيير. فحصل لي التغيير في الأول في داخلي، زي ما قلت لك مرحلة مثلا حماية البيئة. حماية البيئة دي احنا بنضر في البيئة واحنا ماشيين، ما جايبين خبرين احنا يعني، لكن لما انت تواجه نفسك وتقتنع بأنك انت بتضر البيئة بكل علاقة لك مع البيئة، بعد ذاك بتسأل نفسك سؤال ده، هل في ضرر للبيئة ولا ما في ضرر للبيئة؟ اللي هي دي زي شنو؟ زي احنا مثلا في العقيدة الإسلامية، إحنا لما أي تصرف نتصرف بنسأل نفسنا، هل التصرف ده بيوائم العقيدة الإسلامية ولا ما بيوائمها؟ صح؟ طالما إنت آمنت بيها. بالنسبة لي أنا العقيدة الثانية اللي هي مالتي ديسيبلينري، أنا كده آمنت عنه وآي ريفلكتد باك، ليه أنا مثلا في الهندسة كنت حاسة بنفور من المنهج وما كنت بحبه كده؟ لأنه ما في تكامل بتاع المالتي ديسيبلينريتي، كان كل علوم تطبيقية وعلوم طبيعية، وما كان فيه يعني العوامل اللي هي مهمة جدا بالنسبة للمهندس. يعني المهندس إذا درس سوسيولوجي زي في المنهج الأمريكي أو درس سايكولوجي، بعد ذلك لما نتخرج بيكون مدير ناجح جدا جدا. يعني مثلا إحنا عندنا مصنع بابلوس، ده كمثل مصنع بابلوس، واحد من أسباب فشله إنه ما تم الدراسة بتاعت أنثروبولوجي للمنطقة، أو دراسة بتاعت سوسيولوجي، لأنه رغبات الناس شنو؟ الناس هل بيشاركوا بأبقارهم في المصنع ولا بيكونوا بيفكروا الأبقار دي ملكية شخصية ما بنشاركها في المصنع؟ فالمهندسين انخططوا لمصنع بابانوسو، ما درسوا السوسيولوجية بتاعت المنطقة والأنثروبولوجي بتاعها. فدي الفكرة، إنه الزول بقى ناضج من ناحية العمر، ناضج من ناحية التجربة، وقابل للتغيير. أنا التغيير اتفرض عليا، لكن لما حصل ليا قبلته ومشيت فيه وطورت فيه لقدام، ولقيت حل وسط اللي هو إنه أنا في بحوثي في دراستي أتبنى الموضوع sustainable energy. sustainable energy طبعاً هي ما بس معنية بالrenewable energy. sustainable energy هي معنية بالrenewable energy ومعنية بالefficiency في traditional energy. يعني إحنا لما نستعمل الفوسيل فولز، يعني مثلاً زي المحطات الحرارية، نتأكد من إنه ما في فقد حراري كبير، نتأكد إن الشبكة ما فيها فقد للطاقة. فالسستينبل انرجي هي مرحلة للانتقال للرينيوبل انرجي، اللي برضه فيها نظرة واقعية للحاصل، يعني ما في رفض تام للتراديشنال انرجي. اوكي ممتاز. طيب منها، من المرحلة دي، أنا تخرجت من الدراسات البيئية
ورجعت الجامعة عشان أواصل مهامي وعشان أعيد للدكتوراه في مرحلة قادمة، لأنه الأستاذ الجامعي لازم ده أسلوب الترقي في الجامعة كده، إنك لازم تحضر تكمل تحضيرك وتطلع أوراق علمية تنشرها. فلما رجعت الجامعة كان عندي برضو وقت إضافي لأن أولادي كبروا، مهامي التدريسية بقت محددة في مجال الدراسات البيئية. الدراسات البيئية في جامعة الأحفاد زي ما قلنا هي مادة متطلب جامعي، بالإضافة لأنها تظهر في مواد تانية زي اللي هي مثلا environmental management بالنسبة لبعض المدارس، بتظهر في الكوميونيتي ميديسين، بتظهر في مواد كتير في النص يعني. وفي النهاية عندنا 3 جوائز للطالبات اللي بيختاروا بحث التخرج في الدراسات البيئية، فكان في إقبال على الدراسات البيئية من الطالبات، وده بيطلب مننا مجهود إضافي اللي هي ممكن ننزل السلايد لسه معروضة يا أنور. أيوة معروضة السلايد، معروضة السلايد اللي هي بتوضح النشاط ده كان عن الأفران الشمسية، وده كان بالتعاون مع منظمة أمريكية هي اللي برعت بالأفران الشمسية دي، ومنظمة كنسية يعني سودانية اللي هم تولوا التدريب. يعني لاحظوا شو المشروع ده، مشروع بيئي وأشرك الطالبات وعمل لهم تدريب، وكان في شراكة في الجامعة مع منظمة أمريكية ومنظمة كنسية سودانية. فدي أول حاجة احنا كسرنا فيها حواجز كتيرة يعني تقليدية، والطالبات في النهاية استفادوا وركبوا الأفران الشمسية واستفادوا منها فائدة كبيرة، ده غير إنه إصحاح البيئة. فأنا كنت بدرس الدراسات البيئية، ولكن المرحلة دي بس يعني دي مرحلة كانت سريعة جدا في حياتي، خلاص أنا بقيت إنسانة ليبرال وبتقبل الآخر وبتقبل إنه لازم أتعلم بأي وسيلة. وفي تعليمي ده يعني ممكن أطرق مجالات غير أكاديمية في إنه أنا أتعلم مهارات إضافية. برضو الأحفاد بتشجع يعني الأحفاد، والأحفاد جو جميل جدا جدا، بتشجع على إنه الإنسان يتعلم ويبذل مجهود إضافي، لأنه الأحفاد جامعة community based زي ما بيقولوا، جامعة مجتمعية بناها المجتمع بتبرعاته وتخدم المجتمع بنشاطاتها، نشاطات الأكاديمية اللي هي البرامج في الأحفاد في شكل مدارس وكليات دي ما اتعاملت اعتباطاً، اتعاملت بتقصي الحوجة لها في المجتمع. وعشان كده احنا دائما بيقولوا ليك بنات الأحفاد بيتوظفوا سريع، يعني بيمشوا يقدموا في الانترفيو بياخدوهم، ومش بياخدوهم لأنهم لأي سبب آخر غير إنهم مؤهلات الوظائف، لأن البرامج اللي درسوها في طلب عليها في المجتمع السوداني في مجتمع العمل السوداني. فالحاجة دي بتخلي الجو في الأحفاد مجدي، يعني أي مجهود تعمله بتشوف نتيجته قدامك في حافز، غير إنه الأحفاد عندها تراث سوداني أصيل. يعني من الشعارات اللي إحنا بنستعملها، وأنا كررت الكلام ده قبل هكرره تاني هسه، إنه بيقول لك شعار الأحفاد من بداية مما كانت البنات كانوا في المدارس كانوا بيقولوا المبكابس بيقع يابس، ده شعار معروف جدا في الأحفاد ومعترف، يعني في ناس بيقولوا من مصر وبعض كبير، لكن الكلام ده ما مؤكد، لكن يعني ده شعار موجود في الأحفاد، المبكابس بيقع يابس. الثاني الشعار اللي احنا بنعمل يعني بنستعمل في الأحفاد كثير هو الماء بتحشر بيتقشر، واللي بيتقشر بيطير. فده برضو من الشعارات احنا بنستعمله، حاوريكم لقدام تطبيق وين الشعار ده، حاوريكم تطبيق وين كويس. ف يعني الحياه دي بتتقال. فانا في المرحله دي كان الاحفاد بطبيعتها انها جامعه كوميونتي بيس، بتعمل شراكات كثير مع المجتمع، مع الحكومات، مع المنظمات الغير حكوميه، مع منظمات الامم المتحده، مع منظمات عالمية، يعني كل الحياة دي موجودة في خط واحد في الأحفاد، بتنفذ مشاريع، والمشاريع بيشاركوا فيها الأساتذة، بيشاركوا فيها الطالبات، مثلاً الأحفاد عندها برنامج بتاع
رحلات التنمية الريفية دي اللي هو الجزء التطبيقي والعملي لبرنامج التنمية الريفية. برنامج التنمية متطلب جامعي، يعني لازم أي طالب تدرس لو ما درسته ونجحت فيهم ما بتتخرج. يعني طالب الطب بتدرسه، طالب السيكولوجي بتدرسه، طالب المانجمنت بتدرسه، طالب التنمية الريفية بتدرسه. فرحلة التنمية الريفية في السنة الرابعة اللي هم كل الطالبات دي اللي بيمشوا رحلة لنواحي مختلفة في السودان. الرحلة دي بتنظمها الجامعة وبتشرف عليها الجامعة، وبتكون كل سنة بشعار مختلف. مثلا ممكن يكون الشعار صحة الأمومة والطفولة، ممكن يكون الطاقة الشمسية. الطالبات دي لما يمشوا القرى دي بيكونوا هم ذاتهم الطالبات دي برضو يسارجع، يعني انتبه للحتة دي في التحفيز. في التحفيز الطالبات دي بيشيلوا معاهم حتى الموية، بيشيلوها معاهم، بيشيلوا معاهم أكل، أكلهم شيء، ويكونوا خايفات ومترددات وكده. فلما يمشوا المناطق الريفية دي أول حاجة بيشيلوا الأكل حقهم اللي يدوه للناس اللي في القرية، يدوه هدية لأنه بياكلوا أكلهم، يعني لازم نازل بيكرمون. فهم ممكن بيلقوا روحهم يعني خجلانات من إنه يرفضوا الكرم ده. فبكل المخاوف دي بتنتهي في لحظة المطالبات من ناحية عملية بأنهم يعملوا حاجة اسمها village profile. البيلي بروفايل دي اللي هي بيجمع معلومات عن القرية، عدد سكانها، الإنتاج فيها زراعي رعوي، النساء دور النساء شنو وكذا. المنهج بتاع التنمية الريفية ده فيه الغالب فيه الكوميونيكيشن سكيلز، فدي فرصة لتطبيق الكوميونيكيشن سكيلز دي بمسرحيات وأناشيد، ويعني بيعملوا عرض مسرحي وبيعملوا تواصل مع السكان القرية في بيستخدموا أساليب تعجب معلومات يعني متميزة جدا ومعروفة في الإرشاد الريفي والتنمية الريفية زي الـ Participatory Rapid Appraisal. اللي هي Participatory Rapid Appraisal دي اللي هو إن تقعد مع المجموعة في حتة هي ذات الحمقى تقعد في الباطة وتبتدي الكلام في شكل نقاش، ومن النقاش أنت بتجمع المعلومات. دي واحدة من أساليب الـ qualitative research. ده اللي هو الاثنوغرافيك مش كده؟ قصدك المعلومات اللي بيجمعوها بتكون ethnographic، بتكون يعني المواضيع تابعة للمواضيع اللي بيجمعوا فيها المعلومات، بتكون تابعة وفي حاجات ثابتة زي الـ village profile ده. أظن من بداية البرنامج لحد هسه هو نفس المعلومات الأساسية اللي بيجمعوها. الرابيد أبريزل ممكن يغير تبع الثيم اللي هو الشعار بتاع الرحلة. والله ده كلام جميل يا أخي. أيوة الطالبة لما تمر بالتجربة دي في مدى بتاع 10 أيام، التجربة اللي هي بتخليها تعيش بنفس الأسلوب بتاع القرية وتأكل أكل ناس القرية. يعني في واحدة قالت إنه لما مشيت وقدام موية قامت لاحظت إنه في حشرات في الموية، وقامت خافت كده شوية، قاموا قالوا لا لا اشرب اشرب ده مع ود الموية، قال ود الموية يا الله. لما البنات يرجعوا بيكونوا خلاص تغيير كامل في شخصياتهم، أول حاجة انتهت الخوف والعجرفة والكده لتفاعل تام مع المشاكل الحقيقية للمواطنين السودانيين، وإنهم بيقولوا تسألوا إحنا دورنا شنو، إحنا نحل المشكلة كيف وكده. في نفس الوقت اكتونت داتا كثيرة على مدى السنين عن الريف السوداني، والداتا دي الناس برجعوا لها دائماً في تصميم مشاريع جديدة، في يعني حلول لمشاكل تصهار وكده. طيب النوع ده من الأبحاث طبعاً يعني مهم جدا، لانه يعني انت لما الريسيرش ذاته لما انت انفولف شديد مع الناس ويبقى جزء منهم بيقدر يجاوب على اسئله من الصعب جدا الاجابه عليها بالبيزك ريسيرش، مش كده؟ بالاوبزرفيشن وبالبارتيسيبيتوري البارتيسيبيتوري. ايوه البارتيسيبيتوري، وفي البارتيسيبيتوري ذاته لما انت خلاص يعني خلاص هنا قصه البيز والقصص دي بتكون منتفيه، والريسيرش ذاته يعني الأوبزرفيشن هنا بكون كانديد شديد، لأنه خلاص بالذات لما نصلوا مرحلة إنه يعدوك واحد منهم، أيوة أنت بتكون معاهم وكذا، فبتقدر تجاوب الأسئلة بتاعت واي أن هاو مش أكتر من إنه وات بالذات. أيوة بتبقى كواليتيف.
اي ودي دي يعني دي حاجه. في برامج تانية كتير بالمناسبة في الأحفاد بتنحى النحو ده زي ما بيقولوا، يعني مثلا في الطب، مدرسة الطب، في برنامج اسمه Family Attachment كويس. فطالبات الطب في السنوات الأولى بيمشوا بيختاروا أحياء معينة وبيتقسموا الأحياء دي في إنه كل طالبة بتكون مسؤولة عن أسرة. طبعا ده إعداد شنو لتخصص معروف في الطب اللي هو اسمه الفاميلي ميديسين، لكن هم بيعتبروه في الأحفاد جزء من الـ Community Development Activities كويس. فالأحفاد بيتميز ببرامج زي دي، زي ما قلت البرامج دي أساسا بتصمم على حسب حاجة المجتمع وبتطبق على مراحل وعلى أيدي ناس خبراء، والمفيد فيها بيستمر وبيتواصل. طيب التجربة دي، تجربة المنهج اللي هو بيرتكز على حاوية المجتمع، بالإضافة لشنو؟ بالإضافة لأن الأحفاد لأنها كوميونيتي بيس بتستضيف عدد من المنظمات العاملة في مجال المرأة وعاملة في مجال يعني خدمة المجتمع. في أنا لما كنت جيت راجع بعد الماجستير، كانت أهم جمعية هي جمعية باب بكر بدر العلمية للدراسات النسوية، وجمعية باب بكر بدر العلمية كان عندها مكتب للبيئة، فأنا اشتغلت من ضمن مكتب البيئة ده. وأنا جاية من الماجستير وبالحماس بتاع زي ما قلت صار فعلا في حماس كان من التجربة بتاعت الماجستير والأبعاد الجديدة اللي أضافتها لي، فكنت متحمسة زيادة عن اللزوم في الحقيقة. ويمكن ده يا إخواني ده بناء المهارات اللي إحنا بنتكلم عنه هسه في النهاية. أنا هحكي لكم شاركت في كم بوست دوك وشاركت في كم زمالة وكده، ده كان الأساس البناء المهارات. مهاراتي اللي بنيتها عشان استفدت منها لقدام ما كانت مهارات في المجال الأكاديمي فقط كويس. فأنا كنت في جمعية بابك البدري، وطبعا أنور بيشهد على كلامي ده وبيأيده إنه الجمعية دي بتعلمك العجب يعني. فالجمعية بتعلمك مبادئ الكوميونتي ديفلوبمنت يعني، والتنفيذي الجانب التنفيذي فيها، وبتعلمك البروجكت مانجمنت لأن كده بتعمل من الأول بتكتب المشروع، بتساعد في لما تكون بادئ ده بتساعد في كتابة البروبوزل بتاع المشروع، وبتتابع بعد ذاك المجال بتاع التمويل، المجال بتاع وضع الميزانية. ده بيدرس براوي يعني، ما بيدرس في كلية الاقتصاد لأنه فيه تفاعل مع الوضع الواقعي يعني. أنت عايز تعمل تبدي، عايز تبدي المدربين كم، الميزانية بتاعت الورش كم، الكيترينج فيها هيكون يعني مهم في جانب واقعي كبير مهم جدا، بنتعلم فيه مهارات مهمة جدا. وتعلمنا الكوميونتي ديفلوبمنت، وتعلمنا البروجكت مانجمنت، وتعلمنا الساينتفك رايتنج لأنه ما في سكرتيرة بتكتب لي طبعا الأحفاد بتشتغل يا إخواني. ده أحمد الفاتح ظهر. ايوه نعم احمد الفاتح، اعمل لك بتاعت بروفيسور بوب دي بتاعت البروفيشنال بروفيشنال old habits die hard. هاي صح فعلا، زي ما قال الاستاذ طارق التفاعل الوداني. نعم ده احمد الفاتح يا اخي المريخاب صدره دي الناس النرويج. نعم فالمهم في صوره هنا في الصور دي انت في المجلس الوطني او البرلمان مش كده؟ عندها علاقه بالدراسه وكده ولا؟ ده في البي اتش دي يا بس خلاص كويس يعني. انا هسه عايز اتكلم عن الموضوع بتاع انا كنت منه حانتقل للبي اتش دي اللي هو الموضوع بتاع انه الناس في مجال تطورهم الاكاديمي ما يغفلوا الفرص اللي بتجيهم. طيب انا عايز اقول لك انه في المرحله دي انا شديد ما كنت متحمس حماس شديد جدا ومهتمه بانه اكتسب المهارات دي لانه انا شعر بانه فاتت علي حاجات كويس. فالناس اللي كانوا بيشوفوني كده وبيعجبوا بالحاجة دي كانوا مسميني المارد الذي خرج من القمقم. ما براك يا أنور الفائري يعني كلنا مرينا لمرحلة الفورة دي. والناس اللي كانوا متضايقين شوية من الحاجة دي وفي حاجة لجيتمت يعني لأنه زول في حماس شديد ممكن ياخذ فرصة ناس تاني، ممكن يحاول يعني يغطي على ناس تاني. فكانوا بيقولوا لي لا لا احنا رشحنا فلانة، فكل ما امشي اقول لهم اخواني انا عايز اشارك في الموضوع يقول لي لا احنا رشا. فتكرر لي اسم واحده من زميلاتي كثير يعني، ف
فيوم بزهد كده، وعشان اوريكم ان الضيوف الاحفاد جو نقي جدا جدا، يعني التعامل مع الناس اللي قدامنا دي اللي هم اللي اسسوا الحاجات دي كان تعامل شفاف شديد. فقمت بزهد كده وقلت مش مش فلانه دي المعطله في كل حته، ف لان انا متحمسه شديد. فبقيت ترندنج، الجمله دي بقت ترندنج، بلا بدي استعملها على زول اللي اقل له اي زول مضايق زول ليك شو زول المعطله ده. فده الجو كان جميل كده وكان واعد وكان في تعليم كثير. بالإضافة للنشاط في الجمعيات دي كان بعد خلصنا في الماجستير بي عندي فرصة لإني أشارك في مؤتمرات، بس ابتداء من النشاط يعني عدتني ليهم معهد الدراسة البيئية بيشرك الطلبة في عدد من النشاطات، مثلاً إعداد لقمة الأرض ده كان مشروع كبير جداً جداً وشاركوا فيه ناس كتار، جهزوا المواد اللي شارك بها السودان في قمة الأرض. شاركت في مؤتمرات لمنظمة اللي هي مبادرة حوض النيل نايل بيزن إنيشيتيف. المشاركة التحديدية اللي قدام حوريكم ثمرتها كانت شنو. النايل بيزن إنيشيتيف شاركت بورقة عن حصاد المياه الجوفية في دارفور ودوره في السلام، لانه برضو احنا في المرحله دي كانت في منظمه تابعه لجامعه المينونايت في امريكا جات ادتنا كورسات عن الكونفليكت ريزوليوشن وبيس دمبنج. الخبره دي اضافت لي لانها متناسقه جدا مع الدراسات البيئيه، بقيت اعمل ابحاث واشارك في مشروعات عن دور السلام، يعني عن السلام والتولز للسلام هشنو. منها شاركت في مشروع مع اليونيسيف في دارفور في عدد من المدارس في دارفور في إدخال دراسة السلام عن طريق النشاطات المصاحبة للمنهج. وبرضو يعني إحنا لين في الأحفاد في مدرسة المنهج في رياض الأطفال وهم عندهم قسم كامل لإعداد الوسائل التعليمية، فدي احنا قعدنا مع الناس وعملنا منهج متكامل للمدارس في دارفور في انه كيف يدخلوا نشاطات اللي داعمه للسلام وفض النزاعات. الحياة دي كلها انا شاركت بيها شاركت في اعدادها، بقت عندي الخبره. فمر لما في المرحله بتاعت الاعداد للدكتوره واحده من المحليه، الإقليمية برضو عملت شاركت في تدريب في كينيا في جامعة كينيا عن الـ Sustainable Development and Conflict Resolution، بقيت عندي خبرة زيادة في موضوع دراسة السلام وفض النزاعات. لما كنت عايزة أحضر الدكتوراه ومشيت لناس الهندسة، طبعا أنا خلاص أنا الإبن العاقة في الهندسة اللي أنا خليته في الماجستير وجيت رايعة جيت أشوف هل عندي فرصة، لأنه محل الدراسات البيئية في الوقت ده ما كان عنده برنامج بتاع دكتورة وأنا عايزة أعمل الدكتورة. فلما مشيت قابلت واحد من زملائنا اللي هو كان بيجا بروفيسور الوقت ده في الهندسة، فبيت معاه نقاش فيه أنه أنا عايزة أعمل الدكتورة لو جيتكم، قال لي لو جيتينه بس حبك الامفيل لازم تبدي من الأول، يعني لازم تبدي من الماجستير واحتمال يديك أمثل إذا انتهيك من الماجستير بصورة كويسة. فلكن زيارتي ديك يا أخوان شايفين الماء بتحشر بتقشر الزماني قالوا لنا ديك. أيوة لقيت في مكتبه في وش مكتبه كده لقط لي دعوة وفاتحة الظرف لمؤتمر، فقلت له دي شنو؟ قال لي يعني أنا دي زميلي دفعتي وكنا في البريم كنا شلة واحدة يعني حالتنا واحدة، فسألته قلت له دي شنو؟ دي بتحشر. قام قال لي دي دعوة جاتني من منظمة لمؤتمر في الإسكندرية عن دور السلام دور الجامعات في السلام العالمي. وقالش دي شنو ده؟ قال لي وطبعا هو مهندس يعني مهندس موارد أساسا ايش ده؟ فقلت لي ممكن اشوفه؟ قال لي قلت له ممكن اشيله انت مش معايزه؟ قال لي اشيليه. فلما شلتها المنظمه كان اسمها IAUP International Association of University Presidents، وكان عندها المؤتمر في الاسكندريه، عندهم
مجموعات كثيرة يعني. عندهم مجموعة مينا اللي هي السودان تابعة لمينا اللي هي البحر الأبيض المتوسط، عندهم جنوب أفريقيا وعندهم الكاريبي كده. فالجزء بتاع مينا ده كان منظم المؤتمر ده. أنا كنت أوريدي مفروض أمشي مؤتمر ده إخواننا، بس أنا حكيت لكم عن المشاركات المحلية، مشاركات الإقليمية. المشاركة العالمية جاتني دعوة من جامعة دندي في اسكتلندا، عندهم مركز اسمه Center for Energy, Petroleum, Minerals, Law and Policy. خلاص يا اخوان انا بجيب على السوشيال سايد، بجيب بتاعت بيقول شنو ملتي ديسيبلينري ومنفتحة على السوشيال ساينس، فده Law and Policy اللي هي Law و Political Science. فده المركز ده لكن ما عندي عندي عن 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 الانرجي والبتروليوم والمينرالز اللي هو اخوانا هيدي مناسبة لي جدا صح. وجاتني دعوة مظبطة يعني، جاتني دعوة بتسكيرتها برسومة وبإقامتها وكذا، ساعدتني فيها زميلتي كانت هناك سهلت لي الموضوع. دي أول مرة لي أنا كنت أسافر بالسودان. فالمؤتمر ده وين؟ في نفس بعده بعد الأولاني ذاك في مصر، وأنا قاطعة بالمصرية. فشفت التحشير بخلي الزوج شنو والمهارات بتخلي زي تفتيحة يعني تكون مفتح. فكان ممكن أرجع، ولاحظوا ما في زي نظم لي الرحلة دي، وأنا كنت في بداية أول مرة أطلع، لكن كان عندي جرأة إني أعمل الحاجة. وفعلا في رجعتي من دندي شاركت في المؤتمر في دندي وكونت علاقات استفدت منها لاحقا في البوست دوك. الناس اللي عرفت عليهم وواصلت علاقة معهم طوالي لأنهم هم نفس المجال وكده، وكنت بعلق لهم وبرسل لهم تهنئة بالكريسماس وحياة زي. لما جيت رايحة نزلتها مشيت الإسكندرية للمؤتمر ده. المؤتمر اتحاد رؤساء الجامعات العالمية، الناس كلهم طبعا رؤساء جامعات من ضمنهم رئيس جامعة القاهرة. فأنا كنت شنو هم ليه يعني استضافوني؟ لأنه ما كان في ممثل للسودان. الناس اللي دعوا مثلاً كلهم كانوا زي زميلات رفضوا إنه يشاركوا. فكنت أنا الوحيدة المشاركة من السودان. يعني عشان كده الحاجة دي خلت عندي أهمية يعني، برغم إنه أنا ما رئيس الجامعة لكن الممثلة لرئيس الجامعة. يعني لما مشيت أخذت إذن من رئيس الجامعة إنه أنا همشي أمثلك في الجامعة، وما كان عندي من وكان بيعرف الجميع مشارك قبل كده كاتم بدري في اجتماعاته. فلما مشيت يعني شديد ما يعني ودي كان عنده الناس يعني كانوا مرحبين به. رئيس جامعة القاهرة ناداني قال لي تعالي يا أستاذ اللي جاي من السودان على عودي هنا. وكان الوقت ذاك أيام مشاكل جامعة النيلين. سألني مباشرة قال لي ليه يعني عملتوا كده ليه أنت يا سودانية؟ قمت قلت له بسياسة مبالغ يعني خلاص أنا بديت شنو ما بتحشر بتقشر واللي بتقشر بيطير ومكبر دماغي جدا يعني ليه لأنه دي فرصة وما في نهائي الزول يعني يخرب على نفسه زي ما بيقولوا وأنا مطلع على فرص جدا. فمن دي كلها مهارات يا جماعة. رديت ليه قلت ليه ما بالضرورة كل الجامعات رأيها كده، ما بالضرورة كل الأكاديميين موافقين على التصرف ده. فالحاجة دي يعني أربطه وفكاني يعني. طيب النتيجة لإني رديت الريد ده ورئيس جامعة القاهرة كان رادع الريد دي، إنه رئيس المنظمة قدم لي دعوة عشان أجي السنة اللي بعدها أحضر المؤتمر الترينيال. هيتجمعوا كل الأقسام في كل أنحاء العالم في بروكسل للمؤتمر، إنه مؤتمر كل 3 سنوات اسمه ترينيال. لما مشيت المؤتمر بتاع بروكسل اكتشفت انه عندهم قسم بتاع معني يعني بالسلام conflict resolution peace and disarmament اللي هي نزع السلاح. فطوالي قدمت للعضوية القسم بتاع الفرع ده. مشيت معاه 3 مؤتمرات بعد ذاك، واحد في المكسيك، واحد في 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 روسيا في جامعة اسمها تومسك بوليتكنيك يونيفرسيتي اللي هي الجامعة دي في سيبيريا. هل بزر تخيلي إنه في يوم من الأيام في سيبيريا يعني في السودان كده. فأنا شنو دي جامعة اتحاد رؤساء الجامعات وأنا ولا كنت له كده حضرت الدكتورة. فمشيت روسيا
ومشيت المكسيك. لو في وقت اسمحوا لي احكي برضو من المهارات يعني اللي تكونت عندي تجربتي في الفيزا الامريكيه. طبعا انا ماشي المكسيك من السودان، فمن بعض المنطقة اللي نمشي عن خلال امريكا. لما كنا في بروكسيل انا لقيت بروفيسور باكستاني. البروفيسور ده هو في الباكستان، هنا كان وزير التعليم العالي في السند، في وبالرغم من كده كان أستاذ جامعي في جامعة أمريكية. أوكي، مع الاثنين يعني بيقعد 6 شهور هنا وست شهور هنا. فلما عرفت إنه لما مشيت أقدم للفيزا قاموا قال لي القنصل إن حنديك سينجل إنتري. قلت له سينجل إنتري ليه؟ قال لي سألته، شايف الواحد يسأل يعني الواحد لازم يسأل. قال لي سينجل إنتري لأنه في قرار سوداني بيدي الأمريكيين سينجل إنتري، وإحنا من باب التعامل بالمثل ولا شنو بقينا ندي سودانيين سنجل. قلت له برجع كيف؟ قال لي ما عارف. قلت له هل من امشي السفاره في مكسيكو سيتي بلقى فيزا؟ قام قال لي، قام ضحك، قالت ما بتضحك. قلت له ليه شنو القصه؟ قام قالت لي ما عارفه، سفاره مكسيكو سيتي دي اكثر سفاره متازمه امريكيه في العالم عشان الهجره الغير شرعيه. المهم أخذت المخاطرة، ومشيت ومشيت نيويورك وطلعت الفيزا بتاعت المكسيك ومشيت المكسيك. في المكسيك هناك أول يوم وصلت فيه ضربت تليفون للسفارة الأمريكية واتضح شنو؟ إنه عندهم مواعيد إميرجنسي. تخيل في السفارة اللي فيها الأزمة دي في مواعيد إميرجنسي. طلبت مواعيد إميرجنسي ولا بسألك يقول لك سببك شنو للإميرجنسي؟ بس انا عايزه ميعاد الامرجنسي خلاص بصدقوك. واخذت الميعاد، ولما اخر يوم في المؤتمر كان زياره للاهرامات المكسيكيه وكده يعني كان يوم ترفيهي. انا اليوم ده جايلته في السفاره، فمشيت السفاره. لما قابلت القنصل سالتني، لا دقيقه، الاستاذ الباكستاني قبل ما ابتدي الرحله سالته قلت له ماشي تشارك في المكسيك؟ قال لي انا ماشي اشارك في المكسيك. قلت له ممكن تحضر لي خطاب دعوه لزياره الجامعه؟ اذا عندكم نشاط ممكن اشارك فيه، اذا ما في نشاط معين ان شاء الله زياره القسم بس واشوف القسم واشوف المناهج وحياتي. هل ممكن تعمل لي دعوه؟ قال لي ممكن، وعمل لي دعوه ووصلتني في الايميل. لما مشيت السفاره عملت برينت اوت وشفت معايا الدعوه. لما قابلت القنصل قلت له انا عايزه الفيزا الامريكا ليه؟ قلت له عشان اشارك فيه. ما جبت لا سيرتي هناك، قالوا لي شنو ولا ما قالوا لي شنو ولا كده. دي برضه واحده من الحياه زول يتعلم انه اذا ما سالوك من حاجه ما تجيب سيرتها. فقامت قالت لي ليه انت عندك سنجل انتري؟ قلت لها لانه هنا يا داء لما سالتني جاوبت قلت لها لانه القنصل قال انه الامريكان بده سنجل انتري. وقالت لي دقيقة أنا أتأكد من الموضوع ده. لما أتأكدت يعني قالت لي القرار ده تغير. لما الرأي دي جاوب عليك الإجابة دي كان القرار تغير، هو غلطان في حقه. فهاك يلا سنة فيزا، سنة مالتيبل انتري بي 1 وركينج فيزا، ومستفدت من أي حاجة في الحقيقة، رجعت بقى السودان. فدي تجربة عشان أنا يعني أقول لكم إنه أتجرب. أنا نميت المهارات اللي أفادتني في الأكاديميات لاحقاً من خلال مشاركتي في الجمعيات ومن خلال المشاركة في المؤتمرات. والدرب المشاركة في المؤتمرات ما صعب، ما مستحصي، زي الدعوة الآن اللي لقيتها في مكتب زميلي دي استفدت منها. الله ما بتحشر بتقشر، دي طلعت يعني فيها قيم كثيرة جدا وفيها فوائد، يعني مهارة مهمة اللي هي دي المبادرة، وإنك أنت تبحث. أيوة تحشر في شنو؟ تبحث عن الفرص، ما تنتظر الفرصة تنحلتك. فهو المثل البلدي يعني شكله منفر كده، لكن في النهاية تطبيقه مفيد. إحنا برضو في الأخير بيقولوا ليك ممنوع الحرج، ما في حرج، ما في زي بيحرج. كويس؟ الواحد لما يبتدي حاجة ما يحرج، لأنه في ناس ثانيين كتار معتمدين خصوصا في زي مؤسسة زي الأحفاد، في ناس كتار معتمدين على الخطوة اللي أنت بتقدم عليها دي. إذا الناس دي كلهم وقفوا صف وقالوا ليك أحرج، إحنا سمحنا لك تحرج، حتى بعدك تحرج. طيب،
نحفاد أنا ما علمتكم أكاديميات بس، علمتكم مجموعة بتاعت سكيلز يعني. أيوة صح، عشان كده دي في إجابة لسؤال أنور قبل سألني ليه، ولما في أناشيد الروضة اللي هي الولاء بيتكون كيف؟ الولاء بيتكون لما المؤسسة زي ما أنت تديها تديك برضه، ومش تديك تستبق إنها تديك. فبعد ده أنا بقيت على الدكتورة لما حسام. نعم حسام هنا رافع يده، عندك مداخلة حسام؟ تفضل. السلام عليكم، مساء الخير. أهلاً. أنا حسام الزين من كوريا الجنوبية، درست هنا في كوريا الجنوبية. حقيقة أول حاجة بشكر المنصة عبد الحسين السودانيين وبروفيسور سعاد، يعني مسيرة أكاديمية وعلمية مشرفة. أنا آسف يعني بس جيت متأخر فما كل الكلام يعني سمعته، بس يعني الحاجة اللي أنا شفتها من خلال البوست إنك أنت مشيت في يعني different track يعني في الأكاديميكس والباك جراوند بتاعي. أعتقد إنه الناس برضو يكونوا سألوك كتير، لكن أنا بس داري أعرف الـ difficulties والـ challenges بتاعتك يعني لقيتها خصوصا في الماجستير بتاعك، يعني من الهندسة الكهربائية للبيئة، يعني هي ميجر تشينج، يعني الصعوبات والتحديات اللي لقيتك اللي كانت حقيقية. يعني السؤال الثاني، يا ريت يا دكتورة انه تورينا يعني الاوتكمز والكونكلوجن بتاعك يعني للتجربة دي عموما كلها، يعني في نقاط يعني تكون في شكل برضه نصايح للناس اللي عايزين يعملوا يعني انتر ديسيبلينري بين كم مجال. انا بس ما عايز اكتل الكلام، لكن هنا انا شايف انه هنا في كوريا الجنوبيه خصوصا في مجال الهندسه يعني في الطلاب بينتقلوا كثير في المجالات، يعني زول بيكون باك جراوند بتاع فيزيكس مش ماتيريال ساينس، لكن الحاجه اللي انا استفسرت منها ولقيت انها هي مهمه، هم بيقولوا انه الباك جراوند بتاع الماثيماتكس والفيزيكس كان قوي جدا في المدارس الثانويه وحتى الاعداديه وحتى في الجامعه بياخذوا كميه من الكورسات بتاعه الماثيماتكس، فلما هم يمشوا للدراسات العليا يعني بتكون لهم اسهل نسبيا، يعني خصوصا انه الكورسات بتاعه الرياضيات كورسات تفكير بتخلي العقل يشتغل ويفكر اكثر. على أي حال بس يا ريت السؤالين بتاعي يكونوا يعني تقدر تجاوبين عليهم في آخر الكلام، وشكرا جزيلا وآسف للمقاطعة إذا قطعت لك. حاضر. بعدين كان برضو عايزة أدعيك يعني بصفة خاصة في إنه أنا بقدم خدمة بتاعت أكاديميك أدفايزنج تطوعا في مجموعة الباحثين، برضو ممكن تشوف يعني اسمي في الفيسبوك وترسل لي رسالة خاصة وممكن أتابع معاك يعني بصورة يعني أدق من الأسئلة، أجاب على أسئلتك إن شاء الله عشان الفائدة العامة. شكرا جزيلا. إيه وأنا ممكن بس أضيف حتة بسيطة هنا بروف سعاد. تفضل. حسام طبعا برضو من الشباب اللي قروا في كوريا الجنوبية، وأنا قريت في كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية والدول بتاعت اللي هو اللي اسمه OECD، دول منظمة التعاون والتنمية، ديل عندهم امتحان اسمه البيزا اللي هو Program for International Student Assessment. ده امتحان يعني بيقعدوا له كل الطلاب في الدول دي المشاركة في الـ OECD، وبيختبروا فيه الـ STEM اللي هو الـ Science والتكنولوجي والإنجينيرينج والماثماتيكس. فعشان كده later لما تيجي في الجامعة استحول من مجال لمجال، الكلام ده انت البيزك ماثماتكس والساينس والتكنولوجي والحاجات دي كلها انت قويه، سترونج البيز بتاعك قوي. ففعلا الكلام ده لانه في كوريا الجنوبيه انا قريت في الماجستير والدكتوراه كمبيوتر ساينس، كان معايا ناس متخرجين من بيئه من جغرافيا من كده، بس ده معانا هنا ابراهيم موسى. القصه بتاع التراك واحد ده ما موجود الا عندنا، والقوانين وسوق العمل هو اللي بيحكمنا بيه، لكن زي ما تفضلت بروف سعاد هي متوفره دائما لانها يعني تقدم اكاديميك ادفايز وارشاد يعني بصوره 1-on-1، ودي صراحه خدمه عظيمه جدا من اعظم الخدمات اللي تقدم في مجموعه الباحثين السودانيين بواسطه بروفيسور سعاد. انت وقفتي كنت ماشيه على مرحله الدكتوراه. اي نعم تفضلي. تمام. طيب
ابراهيم موسى شايفها برضه زي ما قلت انور الان بروفيشناليزم برضه ممكن يجلسوا لنا حكايه لي قدام. ليش تحب تحكي لهم دي عشان يعرفوا الشباب دي جاي من وين القصه دي؟ تحياتي لك يا ابراهيم موسى وشكرا لك لحضورك. الحكايه طب قبل ما نمشي لمرحله الدكتوراه اللي هي مرحله الدكتوراه اللي هنا حددت فيها القناعه او العقيده بتاعت السستينبل انرجي اللي هي برضه لابن حسام دي مجال بنعمل في انرجي. الفكره الحصل انه انا اول انا يعني انا وانور تعرفنا من بدري تعرفنا يعني قبل ما نلتقي شخصيا. معظم الناس اللي انا بعمل لهم اكاديميك ادفايزنج ديل ما تقابلنا نهائي ومرات انا اللي ببادر يعني بشوف تعليق منهم يا استاذ صارق موضوع التحشير ده لسه مستمر يعني بقى عاده بقى طبيعي. بشوف تعليق بسيط يعني منهم في المجموعه بقوم انا ببادر وبستغربوا جدا بيقولوا المرض دي طلعنا من وين؟ ببادر بقول لهم مثلا الموضوع ده ممكن يتحل كذا كذا وانا ممكن اشتغل معاك على تنميه وتطوير وفعلا ونعمل علاقه قويه جدا يعني في عدد من الناس ما شاء الله نسبه كبيره بتاعت نجاح وناس شاركوا في برامج مرموقه يعني في جميع انحاء العالم. تحياتي لهم كلهم بناتي واولادي يعني. الله الله يجزيك خير يا دكتوره يا اخي. الله يسلمك ويبارك فيك والموضوع ده تلقائي يعني ما انا ما راجيه فيه والاجر انا راجيه فيه فائده الناس يعني والاجر ان شاء الله خير وبركه زياده. ان شاء الله. اللي حصل انه انا وانور ده اول مره نتلاقى انا كنت يعني كان بنقدم في محاضره في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا اللي هي كنت مشاركة فيها بروفيسور جور ربنا يطراه بالخير في معهد السلام في الجامعة جامعة السودان. والموضوع كان برضو في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه هسه اللي هو يعني كيفية الحصول على المنح لأنه بيتي كانت أخذت منحة من مركز مرموق جدا لدراسة السلام وهي كانت موجودة كانت شغالة في السعودية وأنا مثلت بيتي يعني في المحاضرة دي وفجأة بأنور ده ما جاء من أول المحاضرة جاء كده في النص دخل وقعد في الزول القدامي ده يعني هو أنور اللي بتفاهم معاه من خلال المجموعة وكده ويعني كنت متمنية ألاقيه وكده. ففي نص العرض بتاعي يعني ما قدرت أتمالك نفسي فقلت وقفته وسألته قلت له أنت أنور؟ وكان في بروفيسورات منهم بروفيسور عز الدين مش كده؟ نعم نعم الأستاذ المسؤول من ال اسمه شنو بقول لها؟ أكاديميك أدفايزنج كده؟ الأكاديميك أفيرس الأكاديميك أفيرس برضه تحياتنا ليها. فالمهم الناس اندهشوا يعني من الأسلوب التلقائي ده في وبروفيسور جور كده تحت قال لي This is unprofessional of you. لا مني عديل لكن المهم كان يعني هو واحدة من نتائج تعارفنا ولقائنا اليوم ذاك العفو حق أنا طبعا أكبر زول في المجموعة أنا بالنسبة لي الناس في المجموعة دي كلهم أولادي وبناتي ما في زول تاني معاه يعني مداوم في مرحلة العمرية أو كده لكن الحقيقة أنا بفتخر بها دائما وبعتز بها وحواصل فيها إن شاء الله. بدعي الناس. الله يسعدين بيك وفخورين بيك وبنحبك جدا يا بروف سعد. الله يديك العافية يا رب. أنا برضو والله. طيب نرجع لل دكتورة. طيب بعد ده بقيت أنا في المرحلة إنه من ناحية وظيفية لازم أحضر الدكتورة. فزي ما قلت لكم مع الدراسة البيئية ما كان لسه بدأ برنامج الدكتوراه وناس الهندسة بوش الباب كده قالوا لي انت ابن عاقة وإذا جيتينا بالكثير نديك ام فيل ما ابن ما يا اما يسترد بالماجستير ولا تبقى مرة ام فيل. فكان لازم ابحث عن مخرج اخر فبحثت ولقيت انه خريجي مع الدراسة البيئية في مرحلة الماجستير يشغلوا منهم يسجلوا في كلية التربية باسم الجغرافيا. الجغرافيا طبعا أم العلوم يعني الجغرافيا دي والبيئة جزء بسيط من جزء من بسيط من الجغرافيا وانفصل. طيب فلما مشيت
أسجل في الدراسات العليا، لقيت بعض العقبات، لكن وقفوا معي بروفيسور زين كرار اللي هو كان العميد وإدارته كلها، وقفوا معي وطالبوني يعني بتبرير، وتبرير قبلوه وفرضوا علي إني أعمل بعض الكورسات في الجغرافيا. فده يمكن يكون رد ليك يا حسام، رد ليك، لأن الواحد حتى لو لقى صعوبة في عقيدته وإيمانه بموضوع المالتي ديسيبلينارتي دي، يشوف الوسائل شنو لأنه يعملها. وأنا بتذكر يعني جزء من يعني أنا كنت بحاول دائما أقابل بروفيسور زين كرار وأدخل معاه في نقاشات، وأطلب مواعيد ثانية إضافية في إنه أتابع التقديم بتاعي، لأنه كان بالنسبة لي مسألة حياة أو موت. ناس الهندسة أبوني، ممكن ده برضه بيجي دافع يعني يا أستاذ طارق، الدافع إنه ناس الهندسة خلاص يعني أجهزوني. وهنا لازم جامعة الأحفاد طالبتني بإنه لازم أبتدي مرحلة الدكتور. فالمهم بدينا، والموضوع كان عن الـ Sustainable Energy اللي هو Sustainable Energy Planning in Sudan. والبحث بتاعي بدأ بيزك، المطري هيشرح علينا أستاذ طارق باستفاضة. البحث بتاعي بدأ بيزك وكوانتيتيف، الابروتش كوانتيتيف اللي هو انا هديت استبيان، الاستبيان ده استقيت المعلومات اللي فيه من كل مؤتمرات الامم المتحده ومن كل المشاريع اللي تمت في ال10 سنين اللي قبلها ومن كل المقررات بتاعت الدول في مجال السستينبل ديفلوبمنت وبالاخص السستينبل انرجي، ومن تجارب متميزه زي تجارب وزاره الطاقه الامريكيه اللي هي عندها قسم خاص بطاقه القبائل. طبعا في قبائل اخواننا في امريكا، القبائل بتاعتنا اللي احنا بنسميهم الهنود حمر، الحمر، وهم في بيسموهم علميا الانديجينس، وبسموهم في مناطق في الامريكتين بيسموهم النيشنز، الامم. طبعا دي اللي احنا دي بقت تحس قضايا يعني مهمه جدا عالمي. فالبرنامج بتاع القبائل ده المبنيه وزاره الطاقه اللي هي بتتيح للقبائل انها يبنوا ابنه توليد مبني على توليد بيكون بيعتمد على الطاقة المتجددة، وبيبتدوا معاهم من التدريب الفني والتمويل وكل شيء، والقبيلة هي بتكون مشرفة على المشروع. شو تصير بجميلة كيف؟ فاستعدت معي كل الحياة وعديت كويسشنير يعني كم صفحة يعني للناس المتخصصين، للستيك هولدرز، ليه؟ لأنه أنا اعتنيت فيهم بالناحية الفنية والناحية بتاعت السياسات، والناحية الفنية بمعنى إنه التقنية بتاعت الطاقة والسياسات المطبقة فيها التقنية دي، والجمهور تجاوب الجمهور مع الطاقة التغيير في الطاقة دي، والخدمات زي مثلا المستشفيات، المدارس، كده. فالبحث بتاعي كان الكويشن بتاعي كان بيك، وكان تارجتين ستيك هولدرز، وكان بيزك ريسيرش. المشرف بتاعي من قسم الجغرافيا، والتسجيل كان في قسم الجغرافيا في كلية التربية. بديت من الهندسة، مشيت الدراسة الطبية، انتهيت في الجغرافيا. البحث بتاعي أول ريسبوندنت للكويشنير كان دكتور وردي ربنا يديه العافية، اللي هو كان مسؤول من مشروع. المشروع ده كان في الأمم المتحدة لمعالجة المعوقات، معالجة المعوقات في مجال الطاقات المتجددة، تطبيق تقنيات الطاقات المتجددة. والبرنامج ده كان في العالم كله يعني طبقات الأمم المتحدة اللي هي UNDP UNEP وجيف، جيف اللي هي الهيئة المسؤولة من تغير المناخ، مشاريع تغير المناخ، Global Environment Facility اسمه. فدكتور رودي كان مشرف، كان الريسبوند بتاعي. فلما مشيت ليه وقام قال لي الكويشنير البحث بتاعي ده هيكون obsolete. قلت لي ليه؟ قال لأن إحنا في المشروع جاوبنا على معظم الأسئلة دي، غطينا 13 ولاية باستبيان أدق من حقك ده عن الجمهور،
وعن الخدمات، لكن التحدي المقابلنا هو السياسات. فإذا أنت وافقتي ممكن تشتغلي معانا، يعني تعملي لنا زي توثيق، بحثك يكون توثيق للمشروع في الشق بتاع السياسات. فقلت لها وافق جدا، لكن بشرط انك تكون الكو سوبرفايزر. هل بتوافق انك تكون الكو سوبرفايزر؟ قال لي بكون الكو سوبرفايزر. قلت لها انا الموضوع انا عايز كوتشنج، زي ما هذه الشباب اللي بيطلبوا مني انا اعمل لهم كوتشنج في المنح اللي بقدمه لها. انا طلبت من دكتور ورد ان يكون ماي كوتش كويس، والدليل لما الشق بتاع السياسه بيطبق في المجلس الوطني بخير وبركه. فهنا بتتحرك الصوره بتاعت المجلس الوطني، بتوضح الصوره بتاعت القاعه بتاعت البرلمان اللي في اثناء البحث الدكتوره. الحصل انه بعد ده زي ما قال لنا دكتور ياسين، اذا حصل تعديل في مشروع في خطه البحث لازم ترجع للجهه اللي هي سمحت لك بالبحث اللي هي الدراسات العليا في جامعة الخرطوم. وكان ظريف يعني إنه التعديل تم شنو بإنه إحنا حيكون عندنا استدعت الضرورة إنه يكون في مساعد مشرف، وعليه إحنا هنغير خطط البحث بإنه بدل ما يكون الموضوع عام لكل معوقات الطاقة الشمسية وكل المجالات، هنركز في مجال السياسات. والبحث نفسه حيتحول من بيزك لأبلاي البحث، وحاوريكم بعدين كيف احنا يعني استبقنا الاحداث بان سنتين يعني البحث يتحول لأبلاي. حيأيد لكم الكلام ده حسب كلام دكتور وردي وعديل كده قال لي توثق لنا النشاط بتاعنا اكاديميا. فمعناته هو لانه هو اساسا دكتور وردي اكاديمي، هو رأى شاف يعني كان عنده رؤية إنه في بعد أكاديمي حيساعد في وجود الحلول للمشروع اللي هو حيظهر لنا بعدين اللي قدام في الانفورمينج أوف البارتيسيبنس يعني أو الريسبوندنس. إحنا لازم نعمل لهم انفورمينج حتى بعدك نسأله. يلا فغيرنا مشينا الدراسات العليا، أضفنا الكوسوبرفايزر وأضيف من التعديل، والحمد لله أمورنا مشت كويس يعني بدون تعقيد. وبعدين البحث بتاعنا، البحث كان في الموقع بتاع البرلمان، وهنا عندنا في البرلمان عدد من الناس. المشروع كان عنده عدد من النشاطات اللي هي عامل ورش، عامل لقاءات مع النواب، ما بين النواب وخبراء الطاقة، لكن كان في صورة كده احتفالية، ما كان اندبث. أنا بالنسبة لي زي ما قلت لكم المهارات اللي تعلمتها حقت ما يتحشر في الكشر والمبكابس يقع يابس، كان بالنسبة لي وضعي مثالي، لأنه كل الريسبوندنس في عيني موجودين في النشاطات دي، ناس الكهرباء وناس وزارة الطاقة، وبالإضافة لجنة الطاقة في المجلس الوطني وكذا. يعني كان بالنسبة لي شيء بدل ما أجري من طبعاً إحنا غيرنا. التغيير الثاني أيوة اللي أنا عايزة أقوله لكم، إحنا غيرنا أنا عندي نوتنا خدتها. طبعاً بعد ما غيرناه بقى applied بقى action participator. بيشنو participatory and action research participatory action research. اللي هو البارتيكولر اكشن سيشن بيحل مطلوب منه ايجاد حلول للمشكله البحثيه. ففي الحاله زي دي انت بترتاح من قصه الريكومنديشنز والستاتستيكال اناليسيس بيكون كواليتاتيف ما كوانتيتاتيف، لانه اللي هو انترفيوز كيس ستدي اللي هي يقول الشق بتاع السياسات، وفوكس جروب ديسكشنز. الفوكس جروب ديسكشنز دي تكوينها سهل، لكن بعدين نتائج كيف برضه حاوريكم الحلقه اللي حصل شنو. بدينا البحث بتاعنا واتضح انه رؤيه دكتور وردي كانت واضحه، لانه اللي هو كل الريسبوندنتس في وزاره الطاقه، وزاره الكهرباء، وإدارة الكهرباء، وكل الريسبونس التكنيكال
إجابتهم كانت ممتازة جداً. دي الناس مواهبهم ما كبيرة جداً، الخدمات بتقدمها لهم الحكومة، الفوائد ما كثير جداً، لكن بيمشوا مؤتمرات، وظيفتهم بتأهلهم لأنهم يمشوا مؤتمرات ويتابعوا أدق المستجدات، بتابعها بدقة. فإجابتهم كانت كلها برو إنه المشروع يمشي لقدام، وكانت كلها ممكن نقول إنها إيجابية يعني. وكل الأسئلة بيعرفوا يجاوبوها في كل النواحي الحديثة والمستحدثة. فلما مشيت قابلت رئيس لجنة الطاقة as respondent، طيب اللي أنا هحكي لكم القصة يعني يا جماعة كيف إن البحث ممكن، يا حسام ممكن البحث ياخذ صورة جديدة، وأنت كيف تتفاعل معه. فالمهم إنه رئيس لجنة الطاقة لما أديته الاستبيان، وهو برضو كان بالمناسبة أستاذ جامعي بتاع أنثروبولوجي، ناس الأنثروبولوجي طبعا خطيرين جدا وهم المدورين الدنيا دي يعني، وفهمهم واسع ودماغهم كبيرة وكده. فقال لي الناس التانين قالوا لك شنو الريسبوندنس التانين، انت قلت له الريسبوندنس التانين كلهم مؤيدين المشكلة الأساسية اللي كان بيبحثها المشروع بيجي السبان نبض الموضوع الطاقة الشمسية في السودان، كانت في رسوم عالية جدا على مدخلات الطاقة الشمسية تصل 70%، يعني انت عايز تستورد ألواح شمسية بتدفع 70% من قيمتها، تدفع قيمتها وتدفع ثاني 70%. حتى ناس الجمارك برضه كانوا من الريسبوندنس يعني، كان عندهم مشروع بتاع وحدات الطاقة الشمسية في الحدود، قال لي احنا دفعنا لروحنا 70%، ال 70% دي كان ممكن نوسع بها المشروع ب 70%. هم ذاتهم يعني كانوا متأزمين. عشان كده لما رئيس لجنة الطاقة سألني قال لي قالوا لك شنو، قلت له هم كلهم قالوا موافقين على رفع الرسوم من البند الأول كان في المشروع، رفع الرسوم عن مدخلات الطاقة الشمسية. قام قال لي طيب مالهم ما عملوا حاجة في الموضوع ده؟ فقمت عرفت إن الدكتور ودي جابني ليه يعني في اللحظة دي. قلت ليه؟ هو لأنه ما هم سيادتك اللي بيرفعوا، ما هم اللي بيغيروا الوضع. قام قال لي طيب مين اللي بيغير الوضع؟ فعلى استحياء كده انت بتتواصل لي انت بخوف شديد طبعا. قام قال لي كيف؟ قلت ليه؟ لانك انت عندك التشريعات، الموضوع ده الناس ماسكينه زي ما بقول حبوبات التور، ما بيمسكوا من ضنبه بيمسكوا من راسه. هو الخطه كانت انه الوزارات المعنيه بتنفيذ مشاريع الطاقه زي الجمارك يعني، اداره في وزاره الداخليه يعني إدارة التخطيط للطاقة اللي هي كانت جزء من الطاقة، واللي هي حاجة يعني غريبة شوية، إدارة الكهرباء بيضعوا توصيات لوزارة المالية، وزارة المالية بتحطها في الميزانية، الميزانية بتطرح في البرلمان الجزء من المشاريع اللي بتنفذ يكون مشاريع الطاقة الشمسية، وإنه البرلمان اللي هي دي إحنا مسكنا من الضنب زي ما نقول، إحنا عايزين نمسك المشروع ده الموضوع ده من الرأس، إنه هو رئيس لجنة الطاقة يطرح الموضوع ده. فقام قال لي طيب ممكن تناديهم لي الريسبوندنس دي؟ فقمت قلت يا اخوان زود ده قاعد ماسك كريتيرته ولا شنو في سري، لكن قلت لها خلاص معناتها الجزء بتاع البارتيسيبيتري اكشن ريسيرش من البحث تم بانه طيب. وطلب مني برضو انه اعمل اعضاء اللجنه النواب تدريب على انه نوعين نعملهم انفورمينج يعني في موضوع الطاقه الشمسيه ده، يعني في السودان في العالم نغطي لهم الثغره في معلوماتهم في الموضوع ده. دي برضو الحاجه دي حسويها الرئيس اللي بيطاق لانه كنا جزء الاكاديمي معلم وكده، فحصل الانفورمينج ده، عملنا ورشه مركزه يعني في انه، والورشه دي اخواني كده برضو من الحاجات اللي انا بستطلع في البحث بتاعي ده، انه المشاركين لما يكونوا على مستوى عالي من المهاره انت ما بتضيف لهم معلومه هم ما محتاجين لها، انت بتحاول تخليهم يشاركوا بمعلوماتهم. فناس اكتشفنا انه النواب في المجلس الوطني دي لا اساسا هم طبعا مهما تكون مهما تغير الحكومه انه المناطق خصوصا القبليه بيجيبوا ناس في البرلمان، وهم اساسا الناس درسوا جامعه الخرطوم اشتغلوا في الوزارات نفذوا مشاريع ومشوا كورسات وتأهلوا بماجستير في أمريكا وفي أوروبا
وجو في النهاية لما نزلوا المعاش مشوا في مناطقهم نفذوا مشاريع معينة وسط أهلهم، خلتهم أهلهم اختاروهم ورشحوهم صوتوا لهم وجابوهم البرلمان. فالجيل اللي سيجي في الطاقة المعظم اللي اشتغل في وزارة الطاقة قبل كده، واللي ما اشتغل في وزارة الطاقة اشتغل في الزراعة، يعني أخذنا ريزومي منه قبالة التدريب. ففي التدريب قلنا لهم، أديناهم محاضرة عامة، جاب الغالينا واحد من أسمع حد بحاس الطاقة اللي هو كانت محاضرة ضافية جدا وفي معلومات جميلة، وقلنا لهم يلا بس ورونا انتوا عملتوا شنو، نفذتوا مشاريع زي دي كيف في مناطقكم. وبذكر واحد فيهم كان الجنوب الوقت داك معانا، كان في واو عنده مشروع بتاع بساتين وكانوا بصدروا للسعودية. فقلنا نحن حنعلمك شنو، يعني انت تعلمنا كيف ممكن تساعد في انفاذ المشروع ده اللي هو رفع رسوم عن مدخلات الطاقة الشمسية في البرلمان. فعلى هذا الأساس عملنا برضو لقاء تاني ما بين الخبراء والنواب. الخبراء كل الخبراء السودانيين في مجال الطاقة المستدامة دعيناهم وجو، يعني رحبوا في ناس بياخذوا استشارات بالدولار دون اليوم ذاك، هم كانوا مرحبين لأنه ده أرق، الموضوع ده مؤرق عدد كبير من السودانيين. فجو حضروا السيشن دي، والحل النهائي كان في يد محامي في متدرب في القسم المستشار القانوني في المجلس الوطني. المحامي ده على استحياء كده رفع ايده وقال يا اخوانا انا بقترح لكم من اللجنه الكبيره بتاعت الخبراء دي تختاروا لجنه مصغره، واللجنه المصغره تكلفوها بكتابه مشروع قانون، ومشروع القانون ده يدخل البرلمان وتكتبوا فيه اي حاجه المتمنين تكتبوه فيه، اي مشكله بتخص تنفيذ الطاقات المتجدده في السودان تكتبوها وتدخلوا البرلمان ويصوتوا عليه، وبكده بيبقى قانون، مش عارف بيصير قانون. فكل الناس اندهشوا، وبكده عرفنا شنو عرفنا نمسك الدور كيف من قرون، بدل ما يجي القرار في الميزانيه السنويه بواسطه وزاره الماليه في شكل مشاريع يكون بشكل قانون يسري على اي مشروع ثاني في المستقبل. طيب بكده انا خلاص البحث بتاعي انتهى، بقيت كيف اكتبه، كيف يا دكتورة؟ نعم ايه سوري انا سرحت. ايوه يا بروف، هنا بس يعني توضحي لنا بس، طبعا في جنرال بيرسبشن كده عند الباحثين والطلاب انه الكوانتيتيف ريسيرش هو مور سوبيريور او الكواليتيف يعني انفيريور للكواليتيف للكوانتيتيف. اي صح صحيح. انا حتى فهسي انت مثلا لو كان اشتريها ما كان حاطه اللي انت عملتيه، لو مشروع لو كان اشتغلتي بالاوريجينال بلان بتاعتك وما مشيتي مع راي الدكتور وكده واتفتحتي للتكنيك الجديد ما كان حتوصلي لنتائج. يعني التغيير من بيزك لاكشن ريسيرش خلى انه البحث بتاعك يكون عنده امباكت كبير جدا. ايوه كان يعني لما جيت اكتب يا طارق اخواني خلونا نتخلى عن الالقاب دي. فلما جيت اكتب يا طارق كان التفسير العلمي الوحيد للحاله اللي حصلت دي في علم اسمه علم جديد يعني اسمه ميديشن ان ديفلوبمنت، يعني التحنيس، يعني كيف تحنس الناس المتخذين القرار في انهم يصلوا لحل مع بعض. كويس. طيب انا بالنسبه لي ما قلت لك انا بقيت خلاص بدين بالنسبه لي المالتي ديسيبلينري، ضليت في الاول ليه ضليت؟ لانه كان زي ما وصانا دكتور ياسين ان الواحد لازم يشوف البحث بتاعه هل يتعمل قبل كده، هل في نشاط مشابه له، هل يعني في ليتريتشر. طبعا البحث بتاعي ده ما كان الموضوع ده ما كان سلس الزمن ده، ما كان الانترنت كان استعماله ما كان بالكثافه دي. وعملت بحث يعني في خلال الجامعات السودانيه ما لقيت بحث شبيه له، وفي الانترنت برضو بحثت يعني لقيت في
انواع بتاع البحوث، لكن بعد ما قابلت دكتور وردي ووضح لي الامور، لما دكتور وردي وضح لي الامور قال لي انه المعضله في الشق بتاع السياسات كان لازم اشتغل بوليتيكال ساينس، يعني ما ممكن اشتغل هندسه في مجال السياسات، صح ولا غلط؟ يا طارق السؤال ده موجه ليك. ايوه صحيح. اي نعم. كان لازم البس الطاقيه بتاعت البوليتيكال ساينس واشوف الوسائل البحث في البوليتيكال ساينس اللي هي ما كنت يعني بتكون معظمها الكواليتيتيف، لانه احنا في البوليتيكال ساينس عايزين نعمل اوبزرفيشن، عايزين نعمل انترفيوز، ديبث انترفيوز، عايزين نعمل في البوليتيكال ساينس خصوصا في الموضوع بيكون بيتم بالتنميه وبالكوميونتي، بنعمل ال بيقولوا لي هالفوكس فوكس جروب، فوكس جروب ديسكشنز وكده، فكان لازم اغير طريقه تفكيري. يعني زي ما قلت لك الموضوع بيجي بالنسبه لي شنو؟ عقيده. الواحد بعد ما يامن ثاني ما بيرجف، يعني ما بقول انه لا ده كواليتيتي بادنى مستوى، يعني صح كلامك. انا لما جيت اكتب البحث بتاعي في زول من الناس الكوانتيتيف قال لي ما في مشكله انت اخذتي السوفيستيكيشن اوف كوانتيتيف ريسيرش سكيلز وطبقتيها في الكواليتيتيف اللي هي الكواليتيف ايرثي ايرثينس، يعني في بالحرف قال لي كده، يعني انت اخذتي السوفيستيكيشن لاحظ وديتي لي الايرثينس الواقعيه بتاعت الكواليتيتيف. فقبلت أمين وقلت هو لسه ما آمن يعني، لكن إن شاء الله حيآمن يعني. فالمهم إنه ولا والأدهى من كده عايز، أنا عايز ألم مقياس كويس. أنا فسرت بإنه الحصل ده مفسر بالميديشن إن ديفلوبمنت، المقياس شنو لإنه حصل فعلا تغيير ملقي، لكن ده كوانتيتيف ما لقيت الا مقياس بيعملوه ناس السايكولوجي. لشنو؟ للاتيتيود تشينج اللي هو ما قبل الانفورمينج وما بعد الانفورمينج، يعني النواب والناس اللي كانوا قاعدين كلهم قبال ما نعمل لهم التدريب اللي هو تدريب استخدمنا فيه تكنيك بتاع انت عندك شنو تقدم، مش احنا حنعلمك. فلما يعني الاسئله اللي سالناها لهم في الاول انه يا اخوان الطاقه الشمسيه دي اهميتها شنو؟ جاوبوا عليها بطريقه مختلفه جدا في الاخر. التولز بتاعتكم شنو؟ جاوبوا عليها بطريقه مختلفه جدا في الاخر. والمقياس ده هو بقى الميجرمنت الحقيقيه، لكن ده كوانتيتيف كويس؟ فبقى في ميكس يا اخوان، بقى في ميكس اول ذا واي اول ثرو البحث ما بين الكواليتيتيف والكوانتيتيف اللي هو ده اللي احنا بنقول له apply research كويس، واستخدمنا فيه tools بتاعت qualitative لأن qualitative بيجاوب لك على الواي، وهنا كان لازم احنا نجاوب على الواي، وكان في levels. ايوه يلا تعالوا نشوف levels دي، نفسر levels كيف. اوكي تفسير levels يا طارق هو هو اللي استدعي استخدام دلفي، أو استخدمنا أسلوب سيدو دلفي. سيدو دلفي ما دلفي 100% لأنه الدلفي وناس الاقتصاد خصوصا الناس طارق دايما يعني الاقتصاد الإحصائي بيعرفوا إنه الدلفي ده بيستعملوه في الماركتينج، اللي هي أنت بتكون عندك مجموعة وعندك منتج عايز تشوف القبول بتاع المنتج ده شنو، فبتكون عندك 3 ليفلز صح؟ ال 3 ليفلز ديل بيحصل فيهم انفورمينج، بس فهم informing اللي هو انت في الاول بتوزع الاستبيانات على نفس المجموعه، تختار مجموعه بتاعت اخصائيين متخصصين توزع لهم الاستبيانات، بتشوف ردودهم شنو، من ردودهم دي بتحاول تقرب وجهات النظر بينهم، بتغير صيغه الاسئله وبتعمل لهم informing يا اخوانا الموضوع اللي حصل ما عرفتوا اجابته كده اجابته كده، تديهم معلومات وتوزع لهم الاستبيان الثاني المعدل اللي فيه تقارب في وجهات النظر. المرحله الثالثه لازم تصل لكورم، لازم الناس كلهم يتفقوا، فعشان كده بتغير الأسئلة بطريقة إنه يجابوا ليك الإجابة بتاعتهم تحاول
تحاول تتنبأ يعني بإيجابية أنها تكون فيها فورم. فإحنا عملنا different levels، الليفل بتاع النواب، الليفل بتاع الأخصائيين، والمرحلة الثالثة كانت إنهم التقوا مع بعض ووجدوا الحل اللي هو شنو؟ الكورم. فاستعيننا بالمبادئ بتاع دلفي في تفسير النتيجة الوسط المالية. وده الحصل. فإخواننا الموضوع والله العظيم الثيسس دي مشيت الامتحان ونجحت واخذت الدكتوراه. فانتوا يا شباب ما تخافوا، يعني ما تترددوا في ان الواحد يكون مبتكر ومتطور ويطوع نفسه ويطوع علمه في انه يطوع الحياه دي كلها في انه بحثه يعبر. اوكي استاذ طارق، انا شايفاك سكتت. انا والله بس الشبكه بتاعتي بقت تقطع، ولكن هاي بس تمام شوي ضعيفه، لكن مسامع ومستمتع جدا بالكلام ده، وبالذات الحته بتاعت انك انت طلعت الطاقيه بتاعت الانجينيرنج ولبست الطاقيه بتاعت البوليتيكال ساينس، ويبروا سم تكنيكس من 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 علوم ثانيه، يبروا التكنيكس من السايكولوجي كويس. ف يعني بعد ذاك ايوه الزول يكون عنده الكرج، يعني عنده الجرأة انه يبادر ويكون انه بيتي يعني. وفي مرحله زي ما بتاعت بروبلم سولفينج، يعني انا بحاول طبعا بالذات في الاكشن ريسيرش يا دكتوره، الكثير في الاكشن ريسيرش انت بتكون براغماتيك جدا. الجمال في الاكشن ريسيرش ايوه، لما يكون الكويس. يلا الخبر الجميل، نهني الجميع بانه الفعل ان تكونت اللجنه المصغره وصاغوا القانون ودخلوا البرلمان في خلال 5 شهور. كان التصويت يعني بانونيمس زي ما بيقولوا، كل الناس صوتوا في صالح رفع الرسوم عن مدخلات الطاقه الشمسيه، وكان بدايه كويسه يعني شجعت الناس كلهم. احنا تعلمنا نمسك التور من راس من قرونه، وبعدها جات مشاريع ثانيه كثيره يعني استفادت من الخطوه دي. يعني الميزه بتاعت الاكشن ريسيرش يا دكتوره، بحث يتحول بقى قانون. البحث يتحول بقى قانون، ايوه بقى قانون ايوه. وعشان يصل القانون عشان كده مر بمراحل بتاعت ميديشن وانفورميشن ولوبينج، مش كده؟ لوبينج تقيل. كان في لوبينج تقيل، يعني التحنيز ده بيصل لاكبر بعيده ما ممكن تتخيلها يعني. فبس ما هو دكتور وردي قام قال لي في النهايه انت عملتي الحاجه دي كيف؟ قلت له والله شفت لي فكي طبعا، والله دي يعني فيها غرامه ثلاثه صيام ثلاثه، انا ولا شفت فكي ولا حاجه ولا بامن بالفكي يعني. لكن عشان يعني ارد له وقال لي انت عملتي الحاجه دي كيف؟ احنا المشروع ده بتاع الامم المتحده وعنده تمويل دولي وبتاع، وفي النهايه حل كده، فانت فكرتي فيها كيف؟ قلت له انا ما عملت اي، شفت لي في كل فكي وراني اعمل شنو. فهذا اللي حصل. ده بالنسبه للدكتوره، والحمد لله نجح. فانا يعني حبيت اذكر القصه دي بالاسهاب ده، لانه احنا في اطار النشاط بتاع مهارات وفنون البحوث وسائل البحث، فحبيت ادي مثال عملي لبحث يتخطى مشاكل كثيره، ونتيجته كانت كويسة، وكان في ابتكار ونجح في جامعة الخرطوم. جامعة الخرطوم ده امتحان صعب جدا، لكن هو دكتورة. والله يا دكتورة فعلا إضافة كبيرة، يعني في كل الورش السابقة ما اضطررنا لأكشن ريسيرش كده بشكل واضح، وبرضه مهم طبعا للبوليسي ميكينج ولحل البروبلمز البراكتيكال بروبلمز اللي بتواجه الانستتيوشنز. بالضبط كده، انه يعني فريم ورك ممتاز والله. ايوه ممكن الناس بتشجعوا في انهم يتولوا انه مشاريع البحث بتاعتهم، لانه بيقول لك البحث بتاعي خاطيني في الرف، وكان ممكن يحل مشكله تصنيع الدواء في السودان، او كان ممكن يحل مشكله الامراض بتاعت الثروه الحيوانيه. فده الموضوع ده في ايدك انت كباحث، في انك تحاول تطوره من نتيجة بحث لسياسة الدولة. الموضوع ده
في ايدنا احنا كباحثين. انت مشيتي اكثر من كده، مشيتي لمرحله الانفولفمنت بتاع الكي ستيك هولدرز ذاتهم. ايوه بالظبط كده، ما دي السستينبل انرجي يا فارس. دي برضه من المهارات بتاعت الجرأة والشجاعة اللي اكتسبتيها يعني. اي هي بيسأل ما بتحشر بتقشر. والموضوع ده يا اخوانا في المجال بتاع الناس بتاع السياسة لازم يتم بمنتهى الهدوء والأدب. يعني أنت بتتكلم مع النائب ده بتقول له حضرتك وسيادتك ولو سمحت ولو ممكن وقتك الفاضي كده. يعني الواحد لازم يكون مؤدب جدا، ومع المشرف بتاعك برضه لازم تكون مؤدب جدا. انت في النهايه الفايده بتجيك انت، فلازم الواحد يكون مؤدب جدا في الخطوات البحث بتاعته عشان البحث بتاعه يلقى يعني نجاح اكبر. طيب يا شباب احنا قضينا وقت كتير في، وممكن بعدين نستقبل اسئله في موضوع الدكتوره ده، لكن خلوني يلا امشي لكم ما بعد الدكتوره. ودي الحته المركز عليها انور في استضافني الليله ما بعد الدكتوره. اوكي ما بعد الدكتوراه كان عندي نشاط كبير، وفي نتيجة النشاط ده شاركت في عدد من الزمالات وعدد من البوستوك دراسات البوست ما بعد الدكتوراه. شاركت في برنامجين بتاعين بوستوك، وشاركت في زمالتين مشهورات عالمين ومعرفات. المهارات اللي كانت عندي اخواننا بالاضافه لحي عامل مهم جدا جدا، أنا جربت اشتغلت في السعودية ومرتحت، يعني زوجي الله يرحمه كان انتقل للعمل في السعودية وكان في كلية بتاعت بنات، وشغلوني العميدة والله عينوني العميدة، لكني مرتحت في العمل في السعودية. الجو مختلف جدا، يعني تعودت على الجو الأحمر، الجو فيري ترانسبيرنت، الجو فيه تنمية للمهارات وفيه تعبير عن تطورك يعني. فما قدرت واستغنيت عن موضوع انه يعني لم قروش يعني وظيفتي. انا اشتغل في السودان، اشتغل في الاحفاد، اشتغل في انه انمي مهاراتي وانمي معرفتي. فركزت دي واحده من اللي يعني اليقين الواحد بيصل له في انه يواصل فيما بعد الدكتوراه في انه يزيد معلوماته ومعرفته. فلازم تصل لليقين لانه موضوع الجمالات والبوستوك ده ما في قروش وما فيه غير وظيفتك التدريسية انك تتطور فيها، ما في تطور تاني وظيفي. فبالمهارات دي شاركت، تذكروا زمان لما مشيت دندي في مؤتمر علاقة استمرت مع الناس، فقدمت لي بوست دوك لأن البروفيسور كنت شغالة معاه وعرفت إنه هيتقاعد بعد سنة، فقمت قدمت له وقبلني عنده لي بوست دوك. بديت أفتش للتمويل، قدمت لحاجة برنامج اسمه Faculty of the Future. برنامج Faculty of the Future ده برنامج دعمه مؤسسة شلنبرجر اللي هي كانت في السودان، اللي هي بتقدم خدمات لشركات البترول. فالمؤسسة كانت هي منظمة، هي مؤسسة، هي شركة فرنسية، فعندها برنامج بتدعم فيه الباحثات النساء في دكتوره وما بعد الدكتوره. وقدمت لهم ورسلت لهم وليت الفورمات وكل حاجه، فجاتنا بالصدفه زياره اللي هم نعم مثلا برجر ده اللي بيقولوا الون الفور سيسترز في السيرفيس كومبانيز يا دكتوره. يعني طبيعي. هم وبيكر هوكس ومعاهم ثاني شركتين ديل الطب في مجال خدمات ال بترول في العالم. صحيح فعلا الناس صعبين شديد، الشغل معاهم صعب. يعني انا عاصرت الشركه والناس الشغالين فيها، صحيح زي ما بقول لك مش بيقولوا ناس البترول ده اسمه ولا التف نيكس، يعني رقبتهم قويه لانهم بيشتغلوا في المنصه بتاعت البترول، ولما يقعوا ما بيكسروا رقبتهم شده مرقوا. أي زول قابلته في الشغل من المدير الخواجات السوداني كلهم طفنكس، ناس صعبين شديد قويين قوة شديدة. فالمهم إنه لما جاتنا المسؤولة من برنامج فكرت سبحان الله جاتنا في الأحفاد،
بواسطة الشركة الفرعية في الخرطوم، ما عندهم مش كانوا بيفتشوا على جهة ما عشان ينفذوا فيها مشروع بتاع مسؤولية مجتمعية. فلما جات معنا الفولدر بتاعي جاهز بتاع كل حاجة بس مديته ليها، قامت قالت لي، طبعا ده بقى بالنسبة ليها واحد من المشاريع بتاعت المسؤولية المجتمعية ذاته، جاء جاهز في حتة. قالت لي الفاكولتي اوف ذا فيوتشر بتدي بوست دوك، تمويل البوست دوك للناس المولدون للدكتوراه، فالمنافسة هتكون صعبة بالنسبة لي، لكن أنا بدرس مشروعي ده أوعدك. وفعلا في النهاية أقنعت مكتب الخرطوم هو اللي يطلع لي التمويل كويس، والتمويل طلع ومشيت ضمدي. فبرضه يا اخوانا درس للناس اللي عايزين يمشوا في الاتجاه ده، انه الواحد يجهز نفسه، يجهز نفسك مع جميعه، ما تخلي التجهيز لاخر لحظه وتبحبط. ايوه دي الوصيه الثالثه بتاعت الاحفاد، اللي هي بحبطي 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 بحبطي، وقدمه لاي حال. The worst answer you can get is no. كويس، فده اللي حصل، انه انا كنت جاهزه مديت لها الفولدر وهي طلعت استراتيجيه التمويل. حتى ناس المكتب الطفنكس ديتهم كانوا مستهائين جدا من الموضوع ده، اتفرض عليهم فرض، وهم اللي انا وطفنكس هم فكروا وراهم حاجه زي دي. كتر خيرهم بارك الله فيهم، يعني نقول نشكرهم على انهم ما ننسى فضلهم، ولكن يعني الحكايه دي ما عملها برام الا بإيعاز من الاداره بتاعتهم. فمشيت دندي وبديت الدراسة هناك، لكن في اسكتلندا في جامعة دندي. بس لقيت انه الناس دي بيروقراطيين شديد، عشان افتح حساب قعدت شهر كامل، وكان لازم اجيب وصية منه. يعني في طبعا ليتر اون من المهارات اكتسبت عرفت انه في بنوك تانية ممكن تفتح لك الحساب بشروط اقل، لكن ناس الجامعة فرضوا علي افتح الحساب في الفرع بتاع البنك اللي في الجامعة عشان التعامل يكون سهل بيناتهم. طبعا القروش كلها تحولت من شلومبرجير للجامعة. طيب فقلت الجماعة دي الحي عطلوني شوي كده، ظهرت القول بتاعت النايل بيزن ريسيرش اللي هي في جامعة بيرجن. النايل بيزن ريسيرش ده هو برنامج تبع الدراسات يعني متعلقة بالمشاكل التنمية في العالم، والبرنامج ده بيستضيف عدد من الباحثين من دول الحوض النيل، ولمدة 4 شهور بس، لمدة 4 شهور بيستضيفهم، ومفروض كل واحد يكتب ارتكل، والارتكل بيتنشر في كتاب. فلما الناس دندي كده عصلوا معاه شوية وبقت أموري متأثرة إنهم ظهر البرنامج ده، طبعا قروشي عندهم، ففي أي وقت أنا ممكن أباشر الدراسة دي، ما في مشكلة، وهم أدوني التصريح كده ممكن أتأخر شوية. قدمت للنايل بيزن ريسيرش اللي هو تبع جامعة بيرجن، نايل بيزن ريسيرش بروجرام اسمه NBRP. البرنامج كان فيه منافسة، إنه بتقدم بروبوزل والسي في بتاعتك وبخبراتك كده، بيختاروا ناس، اختاروني أنا من السودان. ومدة 4 شهور، وهناك لميت وضعي في دندي، فتحركت طوال على بيرجن، وهو قابلت أحمد الفاتح هناك، كانت مجموعة جميلة جدا من الطلبة. كان في منحة من الحكومة النرويجية بيتقدم لدول العالم النامي، كان في مجموعة من الطلبة السودانيين والطالبات يستفادوا من المنحة دي. فمشيت بيرجن وقعدت 4 شهور وخلصنا المهمة بتاعتنا. الميزة بتاعت إن الواحد يرتبط بمنظمة أو ببرنامج زي نايل بيزن ريسيرش بروجرام ده، إن البرنامج ده فيه نشاطات ممتدة. طبعا مشاكل حوض النيل ما حد جيف، فهم الناس اللي دربوهم والمهم تشتغلوا معاهم ديلا بيراعوهم لقدام، بتكون في نشاطات ثانيه مستمره بالتعاون مع الجميع. فده برضه بشجع الناس ان الواحد في بحث البحبه بتاعتك دي تحاول تبحث عن برامج تطور معاه لقدام، ما بس تنتهي منها وخلاص.
البوست دوك في الغالب بتعمل علاقات مع الجامعة، الأساتذة بينتقلوا كان شغالين معاك بيمشي جامعات تانية، العلاقة بينك وبين الجامعة بتنتهي في وقت معين، لكن البرامج البحثية المرتبطة بمشكلات تنموية عالمية دي مستمرة، الواحد يعني يمشي فيها زي برنامج حوض النيل ده، وفي برنامج تاني برضه أنا شاركت فيه عاشر يوم. فمشيت برجن وعديت الفترة هناك واستفدت فائدة، وواصلنا في تعاوننا مع ناس برامج برجن ده، استضافونا في مؤتمرات تانية وفي نشاطات إقليمية وفي مشاريع، يعني مرة اجتمعنا عشان نقدم مع بعض لمشروع مموله وزارة التنمية النرويجية، يعني نفس المدير بتاع المعهد مدير البرنامج دي جانا في يوغندا، التقينا كلنا ممثلين الناس الشاركوا في الدورة ديكي، وقدمنا للمشروع باسم بأسامي جامعاتنا وبذكرهم في الأحفاد، أخذنا يعني فرصة. طيب ده البرنامج الثاني شاركت فيه، بعد خلاص أنا بقيت حريفة جدا يعني في التقديم لنوع البرامج، وقال عندي مهارة وبقيت أعرف كيف أقدم كيف أتجاوب مع المطلوبات اللي تطرح في الكول في النداء. قدمت ظهرت برنامجين، البرنامج الأول اللي هو فول برايت، برنامج فول برايت ده عنده برنامج معاه تحت نفس الإدارة بتاعت International Education Institute for International Education IIE اللي هو تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عندهم فولبرايت وعندهم هيوبرت هامفري فيلوشيب. البرنامج بتاع فولبرايت بالنسبة لي ما كان جازي أو ما كان بدوا بهيوبرت هامفري فيلوشيب، فكان واقف له 17 سنة، وأنا اللي عرفني بيه بشنو؟ اللي عرفني بيه هو إنه كنت شاركت في كتاب، كان في كتاب أصدرته الـ USAID Mission في الخرطوم في تبع السفارة عن الاستراتيجيات البيئية للسودان. الكتاب ده مطلوب يعني في دول كثيرة بتستخرجوا اسمه Environmental Threats and Opportunities Sudan مثلاً، Environmental Threats and Opportunities Kenya، وكله كم سنة بيعمل لهم الحق. ففي السنة ديكي رشحوا يعني editor وهي اعتذرت ورشحتني أنا، فلما رشحتني تلفوني وبيجي بتعامل معهم وبيعرفوني وبعرفهم، فلما والكتاب صدر يعني هسه موجود في الانترنت لو بحثت عنه، اللي هو Environmental Threats and Opportunities Sudan 2012، وفي 2018 عملنا ملحق له ثاني اضافي اللي هو فلما ظهرت الدعوه للمشاركة في برنامج هنفري بعد 17 سنه غياب، كلموني جماعتي دي اللي قالوا لي في برنامج ظهر ممكن تقدموا فيه، فالواحد زي ما يقول يقدم السبت بيلقى الأحد. فلما قدمت أنا كان عندي شك في إنه الناس دي يمكن تعملوني كمامة عدد أو يكون عندهم ناس أنا عايزين يهم، طبعا زول بتجيه الشكوك زي دي، فأنا المهم علي شنو دوري شنو، حتى لما جاتني الشكوك دي إني أجود أدائي. وسبحان الله كان عندي طفل، كان عندي طفل جاهز، واحدة من المتطلبات هي طفل، فقبال ما هم هسي later on بيدوا ناس فرصة إنهم يقدموا الطفل بعد التقديم، لكن أنا كان مع أوراقي بتاع التقديم قدمت السكور بتاعي بتاع الطفل وأخذت هيبرت هامفري فيلوشيب اللي هو عندهم كذا تراك، التراك اللي أنا مشيت فيه بتاع climate change و energy and climate change، وكان في جامعة UC Davis اللي هي University of California at Davis. رسل لي مستر طارق إنه النت ضعيف شديد، رسالة، هل النت ضعيف شديد معناته؟ لا 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 لا، هو قصده النت ضعيف يعني عنده هناك عشان كده ما قادر يتداخل يعني.
لكن النت كويس وسامعينك تماما تمام. النت الكندي جميل. تفضل يا بابا. طيب زي ما قلت لكم كان عندي توفو وقدمته واخذت الفرصه. طيب بالنسبه لي دي شنو؟ لتحقيق حلم يعني بدا من ما قلت لكم خطرت مع المدرسه البيئيه وتكونت عندي العقيده بتاعت السستينبل انرجي. هاي السستينبل انرجي انا ماشي لك في حته دي كويس اللي هي وين؟ في كاليفورنيا. كاليفورنيا دي طبعا يكون هنا بنقول انه الامريكان وانه ترامب ضد البيئه وكده. الامريكان دي شغالين من الاربعينات في مجال البيئه اللي هي الاي بي اي والمنظمة بتاعتهم الحكومية بتاعت البيئة. بين ناس شغالين شغل علمي دقيق جدا جدا وشغل بيترجم لسياسات وبيتنفذ بالرغم من التلوث الصناعي الحاصل في أمريكا وبالرغم كده، لكن في مجهود مقابل له لحماية البيئة ومؤسس على تجارب علمية وعلى نتائج علمية قوية. عشان كده لاحظنا إنه لما ترامب قلل التمويل للنشاطات البيئية لقى هجمة قوية جدا من العلماء والناس القائمين على المشاريع دي ومن المتابعين الأخبار ديلا. فأنا مشيت وين المعقل بتاع الدراسات التنمية تنمية الطاقة المستدامة في University of California at Davis. وفعلا هناك في معهد المعهد من ضمن النشاطات المستضيفة عمل برنامج تعاون مع الصين في الترانسبورتيشن بيطوروا العجلة الكهربائية. البانين قرية كاملة كل الطاقة فيها طاقة شمسية اللي هي فيها المكاتب بتاعتهم داخليات للطلبة ومكاتب تانية وكده. والإنفيرترز اللي مستعملينها الكفاءة بتاعتها يعني ما فيش في العالم كله زيها. طبعاً الإنفيرتر ده اللي إحنا بنولد الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية بتكون في صورة دي سي وإحنا بنحولها بالإنفيرتر ده لأي سي لأنه الأي سي هو اللي استعماله أكتر يعني في الأجهزة الكهربائية وكده. فالحياة دي كلها بمنتهى الشفافية والوضوح معروضة لك من خلال الكورسات من خلال مشاركتك في التجارب. زي ما قلت لكم أنا حقق لي حلم برحلتي دي في إنه أكمل جزء كبير من علمي معلوماتي في مجال الطاقة المستدامة. وده ما مجال لي إنه أشرح التفاصيل الحياة اللي اشتركت فيها، ولكن بس هأحكي عن إنه البرنامج هيبرت هامفري ده فيه شق بتاع اسمه Professional Affiliation. والبروفيشنال افيليشن ده انت بتشتغل في جهة بموافقة إدارة البرنامج وده بيكمل لك الجزء بتاع الكورسات اللي كنت اخذتها في الجامعة. والجهة دي ممكن تكون في اي حتة في امريكا. فانا لانه بتذكر زمان الكتاب اللي عملته بتاع الاستراتيجية البيئية مع اليو اس اي المعونة الامريكية بقيت شنو الناس اللي زمان كانوا كنت براسلهم في اسامة مكتوبين في الكتاب وكانوا مستقرين في واشنطن في الهيد كوارترز في الرئاسة بتاعت المعونة الأمريكية. وأنور زارني هناك في يوري هناك فتواصلت معاهم ولقيت فرصة بتاع التدريب ما ممكن تتخيل. مشروع كان يا دابو بادي اللي هو مشروع اسمه أوباما باور أفريكا. المشروع ده كان انترفينشن في 8 دول، 4 في شرق افريقيا و4 في غرب افريقيا بواسطه برنامج مخصوص عامله اوباما في مجال الطاقه في افريقيا. فلما انا مشيت طبعا انا ما كنت مدفوعه يعني قرشي مدفوعه فبقولوا لك لا انت جيتهم وجايهم ما حد كلفهم. فطوالي لمن جيت دخلون في 4 لجان من أول يوم. من أول يوم قابلتهم واللي خلاص يمشي قابل فلان في اللجنة فلان قابل فلان. دول عندهم اجتماع الساعة 4 تيجي تحضر ودول عندهم بكرة اجتماع كده. فمن أول يوم أنا دخلت 4 لجان. 4 لجان دي منها لجنة الجندر الجندر كانت لجنة، واللجنة الثانية كانت طبعاً إحنا تدخل في مجال الطاقة في أفريقيا ويعني مشاريع طاقة كبيرة جداً يعني ممكن تكون كل المشاريع في السودان كان محظوظ دخل في البرنامج ده. كان هيكون كل ممكن يعني كل المحطات اللي
درجة طاقة ممكن تدخل في مجال تجديد عشان كده كان في برنامج اسمه Beyond the Grid. Beyond the Grid ده يعني شنو؟ الشبكة اللي هي التوليد الرئيسي، كلما كل توليد بجانب الشبكة اللي هو ده التوليد بتاع طاقات المتجددة، ده كان برنامج خاص. وإيه رأيكم إنه الأستاذ المهندس المسؤول عن البرامج كان في السن شغالة في الأمم المتحدة، وأنا جاي من كاليفورنيا أنور ممكن تجيب الصور بتاعت المطارات دي يا أنور؟ أيوة نعم نعم، في صورة كده فيها مطارات. هل فيها العرايس الروسية دي؟ أيوة نعم، السوفينير دي. لما أنا في المطار ده شفت الصورة بتاعت المطار ده ما متذكرها، كان في واحدة من الولايات في الجنوب الوسط جنوب أمريكا، فكان في المطار ده وأنا منتظرة الترانزيت بتاعي دي، ضربت لي تليفون وقالت لي أنت هتجي 200 وجاي 200 وكده، يعني استعدي للرئيس تلقي وعدك. نعم الصورة في الشاشة الآن. أوكي، فاتصلت علي وأنا في طريقي لواشنطن دي سي. البرنامج طبعا في واشنطن دي سي يا جماعة، البرنامج ده في حتة في عمارة اسمها الهيد كوارترز رئاسة المعونة الأمريكية، في عمارة اسمها رونالد ريغان بينه وما بين البيت الأبيض التريجري وزارة الخزانة الأمريكية. فالحتة دي كانت في وسط في قلب العاصمة واشنطن دي سي، يعني أنا المرة الغلبانة دي يعني سبحان الله ربنا هي لي فرصة زي دي. الممكن أنا لأني ما أمريكية ممكن أكون عندي مكتب في أو يكون عندي كرسي في جحر في ركن في إدارة المعونة الأمريكية، لأنه بالقانون ما ممكن الأمريكان يدخلوا، فأدوني مكتب في وزارة الزراعة الأمريكية. فكنت لما أكون ماشي الاجتماعات في المعونة الأمريكية كنت بشيك بالحديقة الخلفية للبيت الأبيض اللي هي فيها أقصاها كده في المسلة المصرية، في صور برضو يا ربي هنا ما متأكدة لو في صور ولا لا. فالمهم إنه أنا المرة الغلبانة جاي من السودان بجيت مكتبي في وزارة الزراعة الأمريكية وبمشي أحضر اجتماعات في رئاسة المعونة الأمريكية، وفي برنامج بتاع اللجنة الثالثة دخلوني فيها اسمها الدي ديليجنس. الدي ديليجنس دي كان أنت بتحقق في الشركات المستثمرة في المشروع ده، الناس الدافعين قروش والناس اللي حينفذوا في المشروع ده. طبعا الحكومة الأمريكية ما إلا منسق ما بين الشركات المستثمرة والمنفذة في المشروع ده، حتى شركات الحكومة الأمريكية زي الشركة اللي هي بتاعت الكونستركشن بتاعت الجيش الأمريكي برضه كانت مقدمة، ودي واحدة من الشركات اللي أنا عملت لها. تخيلوا أنا الغلبانة دي بعمل دي ديليجنس لشركة زي دي، وشركات يعني مشهورة عالميا وفي أمريكا شركات قوية جدا، تعمل لهم دي ديليجنس دقيق جدا جدا، تاريخهم، هل في فساد، هل في فضائح، هل أوفوا بعقودهم، على ضوء هذا بيختاروا الناس اللي يدخلون لهم ناس في اللينية بتاعت الدي ديليجنس. واليوم ده يعني الشغل كان تقيل جدا، في اليوم الواحد بيطلع 7 أو 8 نيموز كويس، وبينتهي الشفافية. بذكر انه المسؤول من لجنة الجندر عمل تقرير ذكر فيه معلومة انه هل الحكومات في الدول الأفريقية دي عندها قوانين وعندها قواعد بتراعي فيه الجندر سنسيتيفيتي، فإنه هو مشكك في الموضوع ده. فأنا علقت اليوم إنه في السودان في الوزارات كلها في إدارة بتاع الجندر، والحي دي يعني بدت في زمن ميري وتطورت، وإنه في قوانين بتدعم الجندر، وإحنا يعني أنا ما متأكدة من مدى الفاعلية بتاعتها، لكن ممكن ندخلك جزء من النشاطات. والناس قدروا الموضوع ده، حتى المنسق بتاعت اللمي دي
طلبت مني، كان في مسؤول أمريكي حيعمل زي برزنتيشن، فرسلت لي البرزنتيشن دي وقالت لي راجعه وأضيف فيها الحقيقة ده ممكن. سبحان الله شوف الثقة دي عالية كيفين، وكيف الزول في حتة زي دي بيتمكن من تطوير مهاراته بالأزيد وبالأجود وبالأجمل وكذا، فكان بالنسبة لي تجربة مميزة جدا. في البرزنتيشن بتاعتي دي، ودي آخر حاجة هأتطرق ليها، هأقول لكم إنه في الأثناء دي قبل ما أجي أمريكا ظهرت الدعوة اللي من خلال السفارة السويسرية لتمويل برامج دكتوراه وما بعد الدكتوراه وبحوث. دي كانت أول مرة تطرح السفارة السويسرية، والشروط إنه أنت يكون عندك بروبوزل، يكون عندك جهة تقترح جهة استضيفك وتقترح مشرف، في مشرف سويسري. أنا بالنسبة لي تذكر بحسيت بدأ في مجلس في المجلس الوطني اتطور، ودي حاجة برضو بنصح الناس بعينه البحث بتاعك بتاع الدكتورة، إذا أنت هامي بيهم شديد ما تضايق البروفيسور بتاعك تفرض وتحاول تفرض آراءك وكده، أنت أخلص من البحث بتاعك ده وخذ الدال النقطة دي والمناسبة دي ما حرف وإشارة، دي المفتاح، ده مفتاح بتفتح به باب على عالم كبير، بدل ما تسك الناس انت كباحث في مرحلة الدكتوراه الناس بسكوك وبيجوك يقول لك تعال شارك معانا. فالواحد ما يعصب يا اخوان في الموضوع، لما تكون تدارس دكتوراه ودارس ماجستير ما تقعد تعمل السوبرفايزر قال لي ورفض اقتراحي وتقعد تشتغل بالحياة الصغيرة، اشتغل في الإطار الأكبر، أخلص من البحث بتاعك أنشره، وبعد ذلك الباب يفتح لك لكل الغلاط اللي أنت عايز تقاوم. فلما ظهرت الفرصة دي وأنا جيت حريف بيت الموضوع ده بالنسبة لي مزاج يعني إنه أقدم وكده، وبحثيت مع المجلس الوطني بتاع سياسات الطاقة المستدامة، واحدة من الاقتراحات اللي طرحت فيه إن موضوع الطاقة المستدامة دي إخوانا خصوصا الطاقة المتجددة هو local specific، زي local specific يعني شنو؟ يعني الطاقة بتاعت الرياح بتنفع في حتة وتنفع في حتة، الألواح الشمسية واستخراج المياه الجوفية بيحتاج لحوض الموية بتاعته قريبة من السطح، في مناطق فيها جيوثيرمال اللي هي الطاقة الجوفية، الطاقة الجوفية ما عارف كلمة شو اسمها، فأنسب مكان لأن نقدر نستخرج فيه سياسات في مجال الطاقة المتجددة هي مجلس الولايات مش المجلس الوطني، لأنه مجلس الولايات فيه تمثيل للولايات اللي فيها الخواص بتاع الطاقات المتجددة المختلفة دي. فلازم إحنا كجزء من التكامل العلوم اللي هي قلنا شو الانتر ديسيبلينري والمولتي ديسيبلينري، إن نراعي للنواحي الثانية الجغرافية والإثنية والديموغرافية زي ما قلنا ناس الأنثروبولوجي دي الأخطر ناس. فالمهم على ضوء هذا أنا يعني طورت البحث بتاعي وأخذت ومشيت المجلس الوطني وعملنا جلسات وأخذنا عملت داتا استفدت منها في البحوث اللي شاركت بها في جامعة دندي، وكان لازم أطورها لمرحلة ثانية في إنه أزداد سباحة وعمقا في مجال السوشيال ساينسز والبوليتيكال ساينس بالذات، وندخل موضوع الفيدرالية في مجال بحث الطاقة المتجددة الطاقة المستدامة. فقدمت بروبوزل بهذا المعنى وفتشت، عشان طبعا مطالبة بمكان يستضيفني ومطالبة بمشرف في المكان، مشرف سويسري. فعملت البحث بتاعي شنو يعني حسب البحث وحسب المهارات، فتشت عن دارس مش عن عن مشرف، عن دارس سوداني في مجال عنده علاقة بالفيدرالية، فلقيته سبحان الله، لقيت باحث سوداني في معهد الدراسات الفيدرالية في جامعة فريبورغ في سويسرا، وتعرفت عليه
وحتى عرفت رقم تليفونه واتصلت عليه وكان في السودان، كان خلص دراسته وعرفني بالمشرفين بتاعينه وقدمني ليهم، وبكده قدرت اتحصل على مشرف. وطوالي قدمت برغم من انه انا عارفه اني مقدمه في همفري واحتمال ياخذوني كده، لكن برضه قدمت للمنحه السويسريه واخذتها. فكان لازم اصارح الجهتين اللي انا هشارك فيهم، وألقى لي طريقة أنسق في المشاركة بينهم. فعلا صارحت الجهتين اللي أنا بعد ما مشيت كاليفورنيا وقابلت الناس المشرفين هناك، صارحتهم بالموضوع ده إنه أنا هاخد جزء من زمني هنا، هسافر سويسرا عشان أقدر أتابع مع المشرف بتاعي هناك. في سويسرا طبعا المعهد جزء من كلية القانون، فكان التنسيق سهل يعني. طالما عرفت هو مشرف يعني في الدكتوراه، أنت يكون عندك مشرف لكن يكون عندك منسق في الجهة الأكاديمية اللي تشتغل معاه، والمشرف بتتبادل معاه الأفكار اللي هو ممكن نسميه مشرف، بتتبادل معاه الأفكار، لكن هو ما بحدد مسار بحثك ولا بيشرف عليه. بمعنى إنه في النهاية إذا اتفقتوا ممكن تنشروا ورقة سوا. أوكي، فنسقت ما بينهم وصارحتهم الاثنين الجهتين دي، انه انا وجبت لي كالندر كبيره يعني، الكالندر الالكتروني ما كان حد توقع لي الكلام، علقتها في الحيطه وحددت الايام في كل شهر ما اكثر من 4 ايام بالكثير 5 ايام بقضيهم في سويسرا. كل شهر بركب الطياره بمشي سويسرا اقابل المنسق ده وارجع أعدل في خطط البحث بتاعتي وأرجع أمريكا وأواصل برنامج. فالصورة دي بتوريكم المطارات اللي مشيت بيها، مشيت بي في صورة بتاعت العرايس الروسية دي، مشيت بي عن طريق موسكو مرتين من كاليفورنيا كويس لموسكو، ومن موسكو لجنيفا، وبنزل من الطيارة المطار ذاته في محطة القطر، بركب القطر بمشي فريبورغ، بقابل المشرف، ببيت ليلتي دي هناك، بكرة تاني يوم بمشي المكتبة بشوف حياتي ناقصاني شنو، تالت يوم برجع بكون في الرجعة. فعملت الرحلة دي حوالي 8 مرات، وفي النهاية توفقت في إنه خلصت البرنامج بتاع أمريكا وخلصت البرنامج بتاع سويسرا على أكمل وجه. فأفتكر بعد كده نكون خلصنا يعني، وصلت لحد مرحلة الزمالات والبوستدوك. ده كفاح كبير جدا وإصرار يعني. يعني زول بيسافر لمدة 8 شهور 8 مرات ما بين كاليفورنيا وجنيفا، دولتين تايم زونز مختلفة، بيوري إنه برضو يعني الإصرار، وكيف إنه زول ممكن يعمل مانجمنت لأكثر من حاجة في نفس الوقت. حاجة ما سهلة يعني الحاجة دي، لكن دايرة برضو يعني الزول يكون informed، يكون عارف انه بيقدر يعني، والحاجة دي ممكنة وانا من حقي، وانه انا بتقابل في دي وفي دي وفي دي في نفس الوقت، مش كده؟ بالضبط كده. في واحدة من السفرات مشيت السودان في النص كمان، وفي الرجعة كان عندي ترانزيت 9 ساعات في مطار جدة، مشيت عملت عمرة. شايف الصور بتاعت ايوه شايف انا من قبل، ما قادر احدد موقع العمرة وين هنا في الحتة دي يعني. لو احط في، وكان راس السنه سنه 2013 برضو. طبعا واحده من المانجمنت اللي كان المفروض اعملها انه اخترت ذاكره رخيصه، لانه السفر الكثير ده طبعا بيستهلك قروش كثيره. فواحده من الخطه من الاستراتيجيز كانت انه التذاكر الرخيصه. لو لاحظت في الصفا والمروه لو عينت للساعه في الصوره هنا تلقى الساعه 12. ايوه نعم. فدي كانت ايوه واحده، كانت ليله راس السنه في ما بين 2013 و14، والتذاكر واقعه في الواطه كانت يعني الوقت ذاك. بدل ما اقضي سهره راس السنه في الخرطوم سافرت، وكان يعني كان ربنا جازاني بالعمره يعني اللي الحمد لله مبروك. فنزلت كانت 9 ساعات الترانزيت، عملت فيزا عمره ونزلت في، كان طبعا الناس اللي المعتمرين بيكونوا ظاهرين في الطياره بيكونوا لابسين الاحرام. شفت لك الناس اللي لابسين الاحرام ومشيت فكت معاهم كمان اخواني، وبعدين لما ننزل شفت المهارات يعني ممكن نزل استخدمها مهارات بالتلمويه.
مشيت الحمد لله اليوم ذاك عملت عمره. افتكر انك في زي ما قال الدكتور انور يعني دي يعني ده اصرار كبير وحزيمه يعني 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 outstanding performance يعني منك يعني حاجه يعني كبيره شديد. فنحن حقيقه فخورين بك جدا انا من جيرك يعني بسمع الكلام بتاعك. لكن بس انا عندي سؤال بسيط يعني المهارات اللي تكونت لك يعني في البوست دكتور يعني غير ال يعني غير الاكاديميكس يعني يعني الحاجات الثانيه شنو يعني يعني مثلا الثينكينج ديفلوبمنت الحاجات الغير الاكاديميكس اللي حسيت انك لقيتيها يعني. اي انا كان يعني الصور دي بالمناسبه يعني ما بتحكي عندي صور كثيره جدا من ضمن الصور ما متاكده هل يا رب حطيت الصوره بتاع ظاهر معانا قاسم بدري يا انوار في ما شايف هاي صورة لبروف قاسم. طيب مثلا يا حسام من ضمن الحاجات زي ما قلت انت الاضافات كان طبعا انا لما اشتغلت في البرنامج بتاع اليو اس اي تعرفت على ناس كثير تعرفت على برامج كثير من ضمنها برامج تدعم الجامعات وبتدعو وفي وزرت فول برايت زرت الرئاسة في فول برايت اللي هي اللي هي مشروع برضو اللي هو اي اي معهد الدراسة اسمه اي اي انترناشونال انستيتيوت انستيتيوت في انترناشونال ستوديز اللي هو في فول برايت وفي هو هامفري. فقابلت في فول برايت هناك وعرفت انه ممكن الجامعات تستقطب اساتذة امريكان يكونوا فيزيتينج ويستضيفهم. فقاسم بدري العميد قاسم بدري كان جاي واشنطن دي سي بدعوه ثانيه من جمعيه الاطباء السودانيين الامريكيين. فعملت له طوالي مواعيد مع ناس فول برايت ومع ناس اليو اس اي على سين ودابلون عشان يحاول ينسق معهم برامج تستفيد منها الاحفاد. فالحياة دي دائما متاحة للناس يعني بيكونوا في المجال اللي هو بيكونوا فيه بكتف مع متخذين القرار في البرامج زي دي ومتاحة لنا احنا وممكن نعمل بمنتهى السهولة. فدي واحدة من الحاجات اللي احسها مستحضراها يعني. وفعلا النتيجة كده جاء استاذ امريكي زار الاحفاد وقعد فيها سنة وحتى عنده زي مقطع كده في اليوتيوب. ايوه انا امبارح شيرت المقطع ده. وهنا دي برضو في رسالة تانية اللي هو في الوقت بتاع البوست دوك ده تقريبا حساب بيعمل في بوست دوك في كوريا انه ممكن الزول يساعد بلده وجامعته اللي هو جاي منها وحتى جامعة تانية اي جامعة تانية في السودان في انه يشوف شنو الطرق بتاعت الصلات اللي ممكن يوصلها مع بعض. يعني انا ده مثلا في جامعة سيول الوطنية ولا تشومبوك ولا ديجون ولا كده بقول لهم ناس التعاون الدولي في الجامعة وكل جامعة فيها الكلام ده العلاقات الخارجية وكده رأيكم شنو تعملوا التوأمة مع جامعة الجزيرة مع جامعة الأحفاد. أي جامعة أصلا أنت ما هتخسر حاجة بأنك تقول لهم الكلام ده. ومؤكد أي جامعة في العالم بتكون دائرة علاقات خارجية ودائرة طلاب انترناشونال ودائرة تعاون بحثي في مجالات المختلفة ما هو هناك في كلية الزراعة وبيجاه في كلية الزراعة وإلى آخره. فانت ممكن تساعد وتنفع. يعني ناسي بروفيسور سعاد قالت لك انه والله يا اخي البروفيسور الزائر الجبه فول برايت السودان ده جاء بانيشيشن منها بمبادره منها بعد ما مشت فول برايت وقالت لهم يا اخي كده 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 وجاء بروفيسور قاسم بدري وتم الشغل. يعني فالكلام ده مهم جدا جدا انه الناس برو اكتفلي تعاملوا. دي مسؤوليه يا شباب وفرصه ما تضيعوها علينا. شايف في احمد الفاتح رافع يده وفي حسام. احمد الفاتح اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة بشكر مؤسسة باحثين سودانيين، بشكر بروف سعاد، بشكرك دكتور أنور. سعيد جدا واستمتعت جدا يعني بالسيمينار ده. يعني هو مش يعني هو ونسة ممتعة يعني صراحة استفدنا منها كثير جدا جدا. أنا عندي أول حاجة سؤال لبروف سعاد. أنا أعرف نفسي أول حاجة أحمد الفاتح، وبروف سعاد دي بتحبني جدا يعني عشان ما عشان انا لكن عشان اسمي احمد الفاتح يعني ولا ده اسمه احمد الفاتح. ف سؤالي الاول للبروف
كانت قالت بالنسبة لقانون الطاقة الشمسية وإجازته في البرلمان إنه في كان استخدم التكنيك أناسي ما مستحضره، إنه أنت كيف تغني على صناع القرار لكونه يجوز لك الحاجة ده. أنا عندي تجربتين صراحة عشتهم في السودان معايا أنا شخصياً. أنا كنت ماسك منسق عام برنامج الفضاء السوداني والسبيس ساينس في السودان كله، كنت المنسق بتاعه أنا الكوردينيتر، وده في مجال السبيس ساينس وكيف نشرع قانون لوكالة فضاء وكيف نبدأ برنامج فضاء وكده. ما اتوفقنا في إنه نغنع صناع القرار بأهمية السبيس ساينس عموماً في البلد في الاستخدامات السلمية وغيره يعني. فكان طوالي بنلاقي صدود ويقول لك يا أخي نحن في شنو، وتجي تقول لنا يعني نحن في شنو السلاح مفتش فيه قمح، نحن عندنا حرب نحن. فما ما ما كنا قادرين على مستويات يعني إنه يقتنعوا بأهمية البرامج دي يعني. كان في الإنتاج، كان في تطوير البلد، كان في غيره. إضافة للحاجة الثانية برضو مع زوجتي برضو في مشروع الوغود الحيوي، كان مشروع بحث صغير لها وبقى مشروع بتاع مؤسسة ويتطور بقى مشروع مياخداو وزارة إلى بقى مشروع قومي. لكن برضو ما قدرنا ننجز الموضوع ده لتفاصيل كثيرة أنا ما أقدر أخش فيها. داير بروف سعادة الديني حاجة مختصرة إنه التكنيك اللي استخدمته إنه إحنا كيف نغنى الناس ديل بأهمية البرامج العلمية عموما وتنبيههم ليها يعني. نحن لو 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 قدرنا نوصل للناس أهمية البرامج العلمية أو الأبحاث العلمية كلها وممكن تفيد شنو وممكن تدعم الاقتصاد كيف وكده، ده في يعني صراحة هو ما نقص في المعلومات العلمية البيروسية أو كده، لكن أنا متأكد إنه في حاجة في أمخاخ السياسيين أو صناع القرار ديل نحن ما قدرنا بس ندقها، اللي هي شنو. أنا إذا تكرمت بروف سعاد توضح لنا أكون شاكر جدا لها. بالنسبة للمداخلة الأخيرة لدكتور أنور داير أكد عليها وأشيد بها جدا إنه 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 كيف إنك تفتح مجالات. صراحة أنا ناسي حاليا في تركيا، قبلها كنت في السودان والنرويج. ففتحنا مجالات بتاعت أبحاث وبتاعت تدريبات ضخمة جدا 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 للسودان، لكن المشكلة بتبقى في إنه في مؤسساتنا السودانية نحن ما عندنا اهتمام بالحاجة دي. يعني مثلا حاليا أنا أسي عندي اتفاقية مضيطة مع جامعتي أنا حالياً البقرة فيها في تركيا، وفيها برامج مشت وأسي عندي طلبة قاعدين كلها من بس على يعني إنه مشيت لهم يا جماعة أنا دا نعمل علاقات تواصل مع مؤسستي وكده ودايرين نبدأ برنامج تعاون وكده. خطوة خطوة الموضوع كبير ومشى واستفادوا منه كمية من الطلبة، وحاليا أنا عندي 250 منحة مستفيد منها السودان، كان ماجستير ودكتورة وبكالوريوس اللي هي مع جامعة كرابوك ومع جامعة بورصة ولودا يونيفرسيتي. فبأكد على الحكاية دي الناس ما 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 ما, ما تقف يعني بتواجهك صعوبات كثيرة، لكن زي ما قالت بروف التحشر، شفت التحشر ده لازم تتحشر بفهم، لكن يعني تتحشر وكده بتفيدك وبتفيد غيرك. وجزاكم الله خير. اهلا بك يا ابني احمد الفاتح، والله تقديرك براو تقدير احمد ولدي براو، يعني انت جاتك عندك تقدير. وانا واحمد الفاتح دول مجموعه من الطلبه في بيرجين، برضو احب اذكرك يا احمد بالنشاط ده اللي هو كان السودان يعني سمعت سيئين جداً الوقت ذاك، وما لي سرت السودان إلا بالحروب والمجاعات. فإحنا اجتهدنا في إنه نعمل نشاط ثقافي ومسرحي، عملنا أغاني من جميع أنحاء السودان ورقصات شاركوا فيها الطلاب، وكان يوم جميل جداً. ونرويين فعلاً الجو شافوا البرنامج ده قالوا ليلة شفنا وجه مختلف. فأحمد كان عنده دور كبير، جمع لنا مبالغ من جهات كثير عشان نقوم اليوم ذاتها. وكان ده برضو يخونا نشاط الناس ممكن يعملوه برا السودان لإظهار وجه السودان المشرق. ذكر يا نور ورسلت لك الصور والحياة في الوقت ذاتها.
فأشكر ابني أحمد الفاتح في هذا المجال، وأشكر مزعافي إنه يطور العلاقات الأكاديمية بين الإنسان ويوسع باب الفرص. وده في النهاية في جهتين إحنا يعني عندنا لازم نشكرهم، الجهة التركية اللي استجابت ودي ما حاجة هنا، إن تلقى جهة تتبنى الفكرة يعني معناته هم عندهم النية أساساً، عندهم الميزانية. فأنت واحد من التحشير بتاعك يا أحمد الفاتح إنك تحاول تشوف المجال ده، هل في ميزانية، هل في خطة للدولة اللي أنت فيها دي لاستقطاب مزيدين دارسين وتبني عليها الخطة اللي أنت بتعملها. طيب إحنا زي ما قلنا أحمد عمل مجهود كبير ومشكور عليه. سؤالك يا أحمد، سؤالك طبعا الرد القصير لسؤاله ده اللي هو المليونيه، تعمل لك مليونيه كده الناس بتسمعك، لكن انت تديه الرد الطويل. لا 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 يا عمر، لا لا لا، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. انا ضد اخواننا الحلول الانفعاليه الرد الفعل، الواحد ما يحاول يحل مشكله برد فعل. إحنا نحل المشكلة باستراتيجية زي ما وصلنا المهم إحنا نحل المشكلة باستراتيجية. أنا في السؤال ده يعني في الآخر، لأنه بالنسبة لي لما نفذت الخطوات بتاعت البحث نفذتها من باب المهارة يا أحمد الفاتح، ما نفذتها من باب الكوجنيتيف، ما قعدت فكرتها في الحلول، لكن مهارتي اللي بنيتها للسنين خلتني اعمل problem solving كويس. لكن واجهت المشكله في انه كيف اترجم الكلام ده في thesis. اوكي، هنا قعدت وفكرت ولقيت انه موضوع الميديشن ان ديفلوبمنت ده انه انا كنت بحنس طول الوقت، انا كنت بحنس الناس دي، بحنس ناسي ذاتهم يعني، حتى المشرف ومساعد المشرف بحنسهم في إنه إخواني إحنا الحل نحاول نعمل كده، بحنس النواب، دي ما كلهم كانوا قلب على قلب واحد. أما الناس وزارة المالية دي مما حسوا إنه البساط حيتسحب من تحت رجلهم طوالي بقوا في حالة بتاع عداء معانا، فكان في كمية من التحنيس شغال في الموضوع ده، واستعنت بحلفاء. مثلا لما رئيس مجلس الطاقة، رئيس لجنة الطاقة قال لي لمي لي الناس، ما مشيت لمكتبهم قلت لهم إن حيكون عندنا جاي المفتاح كده، قلت لهم حيكون عندنا لقاء يوم كده وجهزوا لنا القاعة وكده، لا مشيت لمنظمة فريدريش إبرت. ليه؟ لأنه في دكتور محمدين ده هو من ناس من أولاد وزارة الطاقة اللي تدربوا في أمريكا كويس، ودكتور محمدين ده أنا عارفاه مشغول من داخل ومن جانب بموضوع الطاقة المتجددة من واقع خلفيته، وهو كان مسؤول من المشاريع في فريدريش إبرت. فعرضت له قلت له ممكن تستعمل لنا تمول لنا الشغل ده تنظم لنا، قال لي جدا وادعي لك الناس الناقصين ودعي لي الناس الناقصين. فالحكاية دي انت تجي معك حلفاء زي ما قال أنور، في لوبينج تقيل في الشغل، بتعمل لوبي تقيل جدا. توفقنا في إنه رئيس لجنة الطاقة هو متخصص أنثروبولوجي، زول أكاديمي بيفهم الأبعاد الأخرى يعني بتاعت السوشيال ستوديز، بالإضافة للمجال زي مجال الطاقة ده مجال فني، أنتم مجالكم بتاع الفضاء في لازم تحاول تصطحب معاك الناس بتاع المالتي ديسيبلينري ديلا برضو تستقطبهم وتحيدهم يكونوا حلفاء معاك في الشغل ده. فدي الفكرة. بعدين لما لقينا إنه النواب عندهم مشكلة في المعلومات، ما قلنا لهم انتم قراراتكم كلها غلط عشان انتم، لا احنا بزرافه ولطافه كده سبناهم جامعه الاحفاد وعملنا لهم تدريب يليق بهم. يعني التدريب احنا عملنا مالي ولا التدريب ده، لكن لما جينا في واقع الامر ولقينا انه في الورشه دي الناس بيعرفوا اكثر من المالي ولا طول احترفنا بالحي دي، قلنا اخواننا انتم بتعرفوا اكثر من المالي ولا ورونا نعمل كيف، انتم ليه لقيتونا ضيوف وكده فورونا نعمل كده. فالقصة فيها تذلل شديد جدا يا احمد الفاتح، الواحد لازم يتذلل قدام الصعاب دي، ما يعني الصعاب ما بتذلل الا انك تتذلل ليها وتحاول تلقى تتصالح معاها. يعني انا فكر بالسبب دي الاسباب ما اعرف هتكون مقنعه
بالنسبة لكم ولا لا؟ لكن lobbying تحميس حلول problem solving وقال تصطحب معاك، يعني ما تخلي معركتك انت براك، انت وزوجتك ما تكونوا في الواجهة، لازم تصطحبوا معاكم الحلفاء، لازم تصطحبوا معاكم التجارب السابقة والناس اللي نجحوا فيها. الشيء الثاني يا فاتح، أحمد الفاتح، زي ما قلت لك أنا لما جيت واشتركت في المشروع ده الناس كانوا ماسكين الحل بضنب البقرة، ماسكين الدكتور من ضربه، اللي هو إنه الحل حتجيبه لنا وزارة المالية في الميزانية السنوية وحيجاز من خلال مشاريع الميزانية بالتصويت على القانون. فإحنا هنا اكتشفنا إنه أي مواطن سوداني من حقه إنه يدخل المجلس الوطني ويطرح مشروع قانون، إحنا ما كنا عارفين. فإحنا بمسكنا التور من قرونه ودخلنا مشروع القانون عشان نصوت عليه، مش تنوب عن وزارة المالية، دي الشركة اللي أنتوا وقعتوا فيها يا أحمد، إنكم أنتوا استعنتوا بناس ما مؤمنين بقضيتكم ودهدهوا لكم المواضيع، عملوا لكم مواعيد ما تتم وتتأجل وتتأخر وكذا. فالمجلس الوطني السياسات إجازينا بيتم من خلال مشاريع بتدخل من أي حق مواطن، سواء مواطن مش مجموعة من المواطنين، مواطن واحد ممكن يطرح مشروع قانون في الوقت ذاك، ما أعرف التعديلات الدستورية قالت سوري. فإن شاء الله يكون ردودي، وأنا مسعيدة أشتغل معك والله يا أحمد في الحياة دي، يعني إذا جزء احتجتوا لي ناس معكم الموضوع ممكن نتشاور فيه. ألو؟ أيوة والله يا بروف سعاد، طبعا الكلام معاكي ما ينتهي، وتجربتي كثيرة جدا، وعندك عدد من المجالات اللي بتفيدي فيها الشباب. الليلة أعتقد أنه إحنا لقينا ضوء على كنز موجود داخل مجموعة الباحثين السودانيين، وتخيلوا يا أخواننا كل التجارب والإكسبرينسز الموجودة دي بروف سعاد بتتيح للناس ون أون ون، يعني ما بتجي تتكلم في سيمينار مع كل الناس، إنما كل زول براو أنور عنده والله بروبوزل كاتبو، عنده منحة مقدم لها، عنده حاجة فداير مساعدة، بروف سعاد بتقعد معاك بتمشي معاك خطوة خطوة، ما بتكتب لك شيء، ما بتأكلك سمك، بتعلمك كيف تصطاد سمك مرة ومرتين وثلاثة. والله نحن يعني سعيدين بيك وفخورين بيك، وقلت لك كل المحبة لك يا بروف سعاد. معنا بروفيسور عبد الباسط مريود. بروف عبد الباسط حبابك، تفضل يا بروف، مرحبا بك بروف عبد الباسط، فتح لك المايك من عندك ما عارف اتقفل تاني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه حبابك، يديكم العافيه، تحياتي بروف سعاد، دكتور انور، كل الزملاء الحضور وكل المشاركين. سياحه يعني فكريه ممتازه جدا وتجارب ثره، وعلى فكره هي الاحفاد نفسها، معلش يا بروف سعاد، الأحفاد نفسها تجربة متفردة في السودان، ومش في السودان على فكرة، هي تجربة متفردة في عالم يعني تعليم النساء، يمكن في الوطن العربي في أفريقيا يعني. فيعني بروف سعاد هي طلعت من هذه المدرسة، وبلا شك بتكون متشربة بهذه المدرسة يعني. وأنا شخصياً على المستوى الشخصي معجب جداً بالفكرة بتاعت جامعة الأحفاد، ولا أخفي سرا أني ارتبطت بالأحفاد فترة من فترات، اشتغلت أستاذ في الثانوي الأولاد، الثانوي البنات، ومعجب جدا بالفكرة بتاعة الأحفاد، حتى أني يعني بناتي اثنين درسوا في الأحفاد يعني، واحدة طبيب واحدة بتدرس أعمال يعني. والخيار ما كان لأنه مثلا في جامعات تانية أحسن وكذا، لكن الأحفاد لنا بتصنع، وأنا يعني المسألة دي التمستها في كثير من الخريجات يعني، إشراف على طالباتنا الأحفاد، يعني من الحاجات اللي بنذكرها نازمة من الأحفاد يعني. أذكر عندي صديق وصديق شخصي يعني، وكنت أزوره في مستشفى، هو أخصائي، فبيجوا الطالبات بتاعة كليات الطب وكده، فكان بقول لي شوف والله أنا أكثر الطلاب ما يعني ما بيتعبوني ناس الأحفاد. فالأحفاد هي تجربة كبيرة جدا وتجربة ثرة، فبالتالي يعني ما بتكون في مشكله كونه بروف سعاد تطلع من هذه المدرسه. تجربه بروف سعاد هي حقيقه من التجارب المهمه جدا، وبعدين محفزه للشباب، انه الانسان لازم يكون عنده مقدار كبير جدا من الصبر والتطلع، ما
احنا مرات بنكون متواضعين جدا حتى في تطلعاتنا يعني. يعني حكاية المنح دي في ناس بيفتكروا أنه كونه يطلع منحة دي بيشوفها يعني يعني بعد السماء للأرض يعني، في حين أنه هي المسائل just it needs a sort of patience، وبعدين يكون فيها دافعية كبيرة جدا للمسألة دي يعني. فأنا أفتكر البروف هي خطت يعني خطوات واضحة جدا وودت الناس بعض المؤشرات اللي هي كيف أن يكون عندك دافعية أنك يعني تستغل بعض الفرص. وطبعا بلا شك استغلال الفرص ده بيعتمد على الكاركتر بالمناسبة يعني. مرات ممكن أنا وأنور مثلا ندخل لفرصة محددة، أنور يأخذ الفرصة في حين أنه أنا أكون مؤهل أكثر من أنور الفرصة، لكن في تكنيكس وفي بعض زي ما مرات بيسموه القبول يعني. مرات في ناس بيكون عنده قبول أنه يعني ينال الشيء وهكذا يعني. فبالتالي هي ملكتنا مفاتيح بتاع بعض المهارات، أنك أنت يمكن من خلال هذه المهارات يعني ممكن تبني شخصيتك، وحتى بتديك يعني ديالوج كبير جدا انك انت كيف تتعامل مع المشرف، كيف تتعامل مع الهوست سوبرفايزر مثلا، مع الشخص المسؤول من الجرانس او الشخص المسؤول من البوست دوك ولا كذا. فهذه مسائل كلها مهمه جدا، لانه احنا كثير من التجارب، انا اذكر يعني في ماليزيا كثير من الشباب رجعوا من المنح مموله من الدوله من السودان لانه ما قدروا يفهموا المفاتيح بتاعة المشرفين الماليزيين. ما هذه واحدة إشكالية كبيرة جدا، لأنه مثلا على سبيل المثال أنه الإشراف هناك ما إشراف مباشر يعني، ما طوالي كل دقيقة تأتي للبروف عشان يشرح لك ووريك ويسوي لك، لا هناك هو أنت بعد ما تناقش البروبوزل بتاعك you will be free تعمل أي حاجة، وبعدين تجيهم نهاية الأسبوع أنك تشوف الله عملتي ولا ما عملتي. فنحن مرات كثير من الناس بيفقدوا الفرص لأنه ما عنده التكنيك أو ما عنده المهارات أنه كيف يتعامل مع الشخصيات الزي دي مثلاً البروفيسور. ولا في ألمانيا البروفيسور بيعتبره your professor is your god خلاص يعني. البروفيسور قال كده تقنب 20 سنة في التقنب، تخلص في سنة سنتين تخلص تنشر أوكي. فهذه محتاجة أنك إنت لما تمشي دائماً زي ما قالت البروف أنك إنت محتاج تتعرف على مفاتيح هؤلاء الأشخاص يعني. فشكرا جزيلا بروف سعاد، واتمنى ان يكون تواصل بيننا يعني. وحقيقه ان احنا عندنا مشروع كليه غبيش للعلوم والتكنولوجيا، وعندنا مركز اسمه مركز الانديجينس نوليدج اند هيرتج، يا ليت لو تواصلتي معنا على سنه ممكن نستفيد من افكارك، ونستفيد من انه احنا نحاول على انفتاح السودان في الفتره القادمه، انه نحاول يعني بقدر الامكان نقدم خدمات لاهلنا في كردفان في سبيل يعني ترقية المرأة والطفل وكل ما يتعلق بذلك. شكرا جزيلا بروف سعاد، شكرا دكتور أنور، وشكرا للجميع. شكرا لك عبد الباسط على مداخلتك الجميلة جدا يعني. وزي ما قلت احنا كلنا هنا جايين متطوعين، فدي أول حاجة يعني بتورين الناس اللي ممكن يتعاملوا تحت أمركم يعني. رسل لي أي حاجة ممكن أنا أشارك بيها وطوال يعني تحت أمركم. شكرا لك، كتر خيرك بروف سعاد، نيابة عن الشباب الموجودين هنا، مجموعة الباحثين السودانيين، كل الطلاب والطالبات اللي استفادوا من خدماتك الفترة الجاية، وإن شاء الله ربنا يبارك في الجهود ومعا دوما إلى الأمام. إحنا عندنا سيمينار تاني. بس عايز أجاوب على سؤال في الشات. تفضل. نعم تفضل. البحبدة حتى الشات ما خليناه في البحبدة. نعم إحنا بس لأن عندنا سيمينار تاني طبعا أخذنا فيه وأخذنا ربع ساعة من مواعيده. فتفضلي روتي. تمام جدا خلاص سريع. هي سألتني قالت لي الحصل شنو بالنسبة لأسرتي، أرجو أن ممكن تذكري لي أنا وضع أسرتك الصغيرة وزوجك في كل هذه الإنجازات العظيمة. طيب يا بنتي، أول حاجة أن زوجي توفى ربنا يرحمه في الفترة ما بعد ما مشيت النرويج، ومنها وصلت ل في دندي وتلاقى والحدين. فزوجي توفى ربنا يرحمه ويغفر له، وبقيت سينجل مذر يعني، بقيت مسؤولة من أولادي، بدليل إنه هسه أنا وجودي في كندا بسبب إنه أولادي أساساً لأنهم عندهم ميول فنية، أصغر أولادي عندهم ميول فنية وغيروا زي ما أنا غيرت زمان من الهندسة للدراسة بيهم، وقرروا إنه يركزوا في مهاراتهم الفنية اللي يطوروها. واحد فينا عايز يدرس أنيميشن، فعشان كده قررنا نهاجر كندا عشان هم ياخذوا الفرصة دي. فدوري كأم أولادي الكبار الحمد لله شقوا طريقهم، بناتي الاثنين الكبار بلقتهم في كلية الهندسة زي لك الاثنين حسي حضروا الدكتوراه،
يعني مشي في المجال ده، والحمد لله احنا كأسرة اهم حاجة، اهم تكنيك هنا في موضوع الأسرة ده انه ان كبر ابنك خاوي، يعني انا احترم آراءه ونحترم قراراته ونتعامل معاهم كأن ما اتعامل معاهم كأني انا امر وانهي في تعاملي معهم بفهم يعني. تمام، شكرا جزيلا يا جماعة، كتر خيركم على صبركم معنا، وعنواني موجود في الباحثين، واي زول عايز يواصل معي الحوار انا مستعده. شكرا، كتر خيرك، كتر خيرك بروف سعاد، والله يديك الصحة والعافية، وإن شاء الله إحنا هنكون متواصلين في الرحلة التطوعية لخدمة شبابنا وخدمة مجتمعنا ووطننا إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.